مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بحضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف المحلي. لكن النهاردة مش هنتكلم محلي، هنتكلم على مستوى أفريقيا. كل سنة وحضراتكم طيبين. في ظل طبعا الفترة الحالية بنعيشها كلها انتصارات وأفراح، زي ما قلت لحضراتكم النهاردة حلقة مهمة جدا، أقل من 24 ساعة وتنطلق مباراة مهمة جدا في مشوار النادي الأهلي في البطولة الأفريقية، مباراة الرجاء المغربي في دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال. الموسم ده النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله كعادته يفرحنا ويفوز بهذه البطولة الغالية. الحقيقة كلنا يعني منتظرين هذه المباراة. أنا كنت مع حضراتكم الجمعة اللي فاتت قبل مباراة القاهرة، والحقيقة كنا متفائلين جدا، كنا متفائلين والحمد لله. التفاؤل ده كان في محله، لعيبة النادي الأهلي رجالة، لكن كمان على المستوى الجماهيري، على مستوى الجماهيري زي ما جماهير النادي الأهلي العظيمة ما بتصدق ان هو تتفتح المدرجات وبيملوا المدرجات وبيكون ليهم تأثير اكتر من رائع على اللعيبة. ان شاء الله كمان بكرة بإذن الله هناك في المغرب هيكون في تواجد ايضا لجماهير النادي الأهلي، متأكد اذا كان من الجالية المصرية الموجودة او الناس اللي سافرت من جماهير النادي الأهلي ومحبي النادي الأهلي من القاهرة الى المغرب لحضور هذه المباراة. الحقيقة مباراة أكيد مباراة مهمة، خلاص اتعودنا أن النادي الأهلي وفريق كرة القدم دايما دايما بيكون في مباريات مهمة. وعايز أقول قبل ما نتكلم مبروك كمان لفريق الطايرة للرجال لفوزه على نادي الزمالك في المباراة الثانية في بطولة الدوري، وإن شاء الله تحسم البطولة أكيد إن شاء الله لصالح أبطالنا يوم الحد اللي جاي. طيب المباراة زي ما اتكلمت مع حضراتكم، النادي الأهلي قدم مباراة رائعة الحقيقة. لو اتكلمنا سريعا عن مباراة الأسبوع اللي فات والفوز 2-0 هنقول إنها مباراة تكتيكية من عيار ثقيل. الشوط الأولاني فاجئنا شوية الرجاء بالضغط العالي، بأنه هو يعني امتلك شوية وسط الملعب، لكن الأهم من دوت النادي الأهلي كمان أحرز هدف في الوقت الحرج جدا، وقت مهم جدا صدقوني. يعني كان هدف أكيد الرجاء إنه يخرج أول 45 دقيقة التعادل 0-0، لكن الحقيقه هدف محمد عبد المنعم في الدقائق الاخيره من الشوط الاول كان ليه اثر ايجابي كبير جدا على لاعبتنا واثر سلبي جدا على لاعيبه الرجاء. الشوط الثاني كان شوط مختلف تماما، شوط سيطر فيه النادي الاهلي في كل مجرياته الحقيقه، وقدرنا نحرز كمان الهدف الثاني، هدف مش هقول هدف الاطمئنان لكن هدف مهم جدا. نتيجه 2-0 مختلفه خالص عن نتيجه 1-0، مش هقول نتيجة تأهلك بسهولة، لكن نتيجة إلى حد كبير تطمن جماهير النادي الأهلي، ولكن في شغل كتير جدا بكرة إن شاء الله منتظر لعيبة النادي الأهلي على المستوى الفني، على مستوى إدارة المباراة من طبعا مدربنا الكبير مارسيل كولر. الحلقة اللي فاتت زي ما قلنا لحضراتكم كمان النادي الأهلي عينه على البطولة مفيش شك، ولو اتكلمنا أو هنتكلم النهاردة كمان مع ضيوفنا النهاردة على المستوى الرقمي معانا احمد بيومي ومحمد الباز، على المستوى الفني معانا اتنين كبار من نجوم النادي الاهلي الكابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديدي، عشان نتكلم معاهم ونشوف رؤيتهم اولا للمباراه اللي فاتت، ايه اللي كان ناقص النادي الاهلي في الشوط الاولاني ورؤيتهم الفنيه في مباراه بكره. الحقيقه كمان عايز اقول كل الشكر لطبعا فريق الرجاء على الاستقبال الحافل اللي استقبله بيه النادي الاهلي. الحقيقه كل التقارير اللي جايه من هناك وكل الاخبار بتقول ان استقبال ولا اروع، ومش غريب على شعب المغرب، مش غريب على نادي الرجاء. النادي الاهلي زي دايما ما بنقول علاقته بكل الانديه على المستوى الافريقي على المستوى العربي علاقات جيده جدا، وده بيظهر في المناسبات ديت رغم هنقول الشحن الكبير جدا على مستوى الصحافه المغربيه على المباراة المهمة جدا، ولكن بعثة النادي الأهلي الحقيقة استقبلت استقبال كبير جدا ومميز جدا من الأشقاء في المغرب، وده زي ما بقول عادة شعب المغرب والشعوب العربية جميعا، وده يعني كمان بيدل على كمان النادي الأهلي النادي الكبير العظيم بطل أفريقيا ونادي القرن.
عايز اقول لحضراتكم كمان ان احنا هنا في قناه النادي الاهلي هيكون ان شاء الله متعودين بكره باذن الله على الاستوديو التحليلي، استعداد طبعا كابتن ايمن شوقي ونجوم النادي الاهلي الكبار علشان يغطوا بالتحليل الفني لهذه المباراه المهمه. طيب تعالوا مع حضراتكم سريعا بعض الاخبار هنقولها اكيد مرتبطه بمباراه الغد. واول خبر عندنا في اتصال هاتفي مع الكابتن محمود الخطيب من رئيس الرجاء المغربي الشقيق يؤكد الترحاب ببعثة النادي الأهلي. الحقيقة تلقى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصال هاتفيا ظهر اليوم من السيد عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الشقيق، واللي أكد من خلال هذه المكالمة على الترحاب ببعثة النادي الأهلي في المغرب وتقديم كل المعاونة لها بما يعكس كل عمق العلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين. شدد رئيس الرجاء على أن مباراة الكرة تنتهي لكن تبقى العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، فيما وجه طبعا الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية لرئيس الرجاء على اتصاله وعلى ما لاقته بعثة النادي الأهلي من استقبال وكرم ضيافة، مشير أن النادي الأهلي يضع علاقاته الطيبة بأشقائه من الأندية العربية في المرتبة الأولى. وقال الكابتن محمود الخطيب أنه يعتز دوما يعني بالود الذي يربطه بالأشقاء في الأندية المغربية، وتمنى رئيس النادي الأهلي أن تخرج المباراة الغد بالشكل الحضاري الرائع الذي يليق بمكانة الكرة المصرية والمغربية. خبر تاني، الغزاوي بيشكر مسؤولي مجلس مقاطعة عين السبع. محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثتنا في المغرب بوجه الشكر لمجلس مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء على جهودهم على مدار الأيام الماضية. أكد الغزاوي أن ما وجدته البعثة من ترحيب كبير وتعاون مستمر خلال تدريبات الفريق على ملعب العربي الزاولي يعكس العلاقات الطيبة التي تربط الناديين وكافة الأندية والمؤسسات المغربية، وأن ذلك ليس غريبا على الأشقاء في المغرب بشكل عام. أشار كمان الغزاوي إلى التقدير الشديد من بعثة النادي الأهلي لكل الجهود التي قام بها مجلس إدارة المقاطعة برئاسة يوسف الحسيني وتوفير كل الأجواء المناسبة للفريق خلال التدريبات، طبعا استعدادا للمواجهة المرتقبة إن شاء الله بكرة أمام الرجاء المغربي. طيب خبر على مستوى مديرنا الفني كولر بيقول ان هو جاهز لمباراة الرجاء واللاعبين لديهم خبرات كثيرة جدا في مثل هذه الامور. وكولر على فكرة يعني دايما في تصريحاته بيقول انه مهتم والراجل فيري بروفيشنال، زي ما اتكلمت معاكم في الحلقة اللي فاتت كل تصريحات مارسيل كولر الحقيقة تصريحات هادية بتدل على هدوءه كمان في الملعب اللي بيشوفه، هو يعني مدرب هادي مش مدرب عصبي ولكن يعني بيدير المباريات الحقيقة بشكل أكتر من رائع، سواء على مستوى التغييرات على مستوى بداية المباراة. إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا بكرة. استشاري التغذية بيجهز برنامج خاص للاعبين. طبعا الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية بفريق الكرة بالنادي الأهلي قام بوضع برنامج خاص للاعبين قبل مواجهة الرجاء بكرة إن شاء الله في إياب دور ربع النهائي من بطولة أفريقيا. وأوضح أن برنامج التغذية الخاص باللاعبين تم وضعه بناء على التحليل والقياسات اللي خضع ليها اللاعبون ووفقا لحاجة كل لاعب بنسب معينة من الفيتامينز والمعادن، وده أكيد بتساعد على تقليل فرص التعرض للتقلصات العضلية خاصة مع تلاحم المباريات في الفترة الأخيرة. كمان كشف ان هناك بعض المشروبات اللي بتساعد في عمليه تنشيط المناعه الطبيعيه واللي بدورها بتعتبر ذات اهميه كبيره جدا جدا في التغذيه العلاجيه. اخبار طبعا زي ما بقول لحضراتكم دي كانت اخبار من النادي الاهلي، كان كمان عندنا اخبار الرجاء واستعدادهم في المواقع المغربيه. زي ما بقول لحضراتكم يمكن الصحافه المغربيه بالطبع مهتمه جدا بهذا اللقاء الكبير جدا. و طيب معانا كريم احمد من المغرب. قبل ما نكمل ونشوف الصحافه المغربيه قالت ايه، معانا كريم احمد من المغرب عشان نعرف منه اخر
يعني تطورات الأمور وآخر طبعا ليلة المباراة الكبيرة جدا جدا. كريم مساء الخير عليك، طمنا على فرقتنا، طمنا على آخر استعداداتنا وليلة مباراة مهمة جدا أمام الرجاء المغربي. برحب بيك طبعا كابتننا الكابتن هاني رمزي، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. يعني نقدر نقول لحظاته وتنتهي كل الاستعدادات الفنية بانتهاء التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي على ملعب العربي الزولي اللي استقبل الحقيقة تدريب فريق النادي الأهلي على مدار الأيام الماضية. أرضية الملعب جيدة جدا بالنسبة لملعب التدريب، يعني أقرب بشكل كبير جدا يا كابتن هاني من ملعب مركب محمد الخامس اللي هيستقبل بمشيئة الله مباراة الأهلي والرجاء غدا إن شاء الله 8 مساء بتوقيت الدار البيضاء، 10 مساء بتوقيت القاهرة. كل الاستعداد الحمد لله كانت ماشية بشكل طيب جدا، الاستعدادات الإدارية، الاستعدادات الفنية، أيضا كمان لاعبي النادي الأهلي وخبراتهم الكبيرة والوعي الكبير جدا لكل اللاعبين. التجمعات أنت عارفها كابتن هاني بتكون بعد الفطار وبعد الغداء، الكل بيتكلم على أهمية هذه المباراة، عارفين أهمية الجمهور، ويمكن في صعوبات كتير جدا ممكن تقابل، لكن الوعي الكبير والخبرات الكبيرة اللي مع فريق النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تقدر تحسم هذه المباراة. لكن النقطة المهمة والإيجابية جدا بالتأكيد هنا في المغرب الحقيقة، يعني بنقدم كل الشكر والتحية والتقدير لأشقائنا المغاربة الحقيقة على استقبالهم الرائع لحظة بلحظة معانا، الجانب الأمني الحقيقة اللي مش بيسيبنا، كل التنقلات معانا، تنسيق على أعلى مستوى، ملعب العربي الزاوي الحقيقة جدا، يمكن الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة الحقيقة أشاد بالكل الحقيقة في كل حركة الناس معانا. هي مباراة في كرة القدم لكن العلاقات تبقى وتظل كالعادة طبعا بين الشعب المصري والشعب المغربي، لكن بعيدا عن العلاقات هي مباراة في كرة القدم. النادي الأهلي مركز بشكل كبير جدا يا كابتن هاني، التدريب الأول أنت عارف بخبرتك الكبيرة التدريب الأول بيكون مهم جدا، شفنا مدى الجاهزية ومدى رغبة لاعبي النادي الأهلي، وأيضا كمان أمس كان التدريب الرئيس الفريق النادي الأهلي مستر كولر الحقيقة مش سايب أي حاجة، الراجل بيحاول إن هو يركز بشكل كبير جدا في كل صغيرة وكبيرة، على طول بيجتمع مع اللاعبين بيأكد على أهمية هذه المباراة، عشان كده أملنا وثقتنا كبيرة جدا في الجهاز الفني، في مستر كولر، في اللاعبين، في الخبرات الكبيرة جدا في هذه المباراة. مركب محمد الخامس بالتأكيد هيكون ممتلئ، يمكن الناس بتقول 37,000 وناس بتقول 50,000، لكن بالشكل العام اللي إحنا متواجدين فيه وبنشوفه العدد هيكون يصل ل 50,000، لكن مهما كان التجمع شناوي يمكن سأل كمان النهارده قال احنا بنحب نلعب في الاجواء الجماهيريه، النادي الاهلي عنده خبرات كبيره جدا جدا، ويا رب ان شاء الله يا كابتن هاني نقدر نحسم هذه المباراه يا رب بمشيئه الله باذن الله بالروح والقلب المعروف عن فريق النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نعود من المغرب ببطاقه التاهل ان شاء الله. كريم طالما جبت سيره الجماهير كمان كنت بقول ان جماهير النادي الاهلي ليها عامل السحر وجماهير النادي الاهلي في كل مكان، عايز اعرف منك يعني الاعداد المتواجده دلوقتي وهل في يعني كثافة عددية من جماهير النادي الأهلي لحضور هذه المباراة بشكل أو بآخر؟ يعني بالتاكيد طبعا جمهور النادي الاهلي شيء عظيم جدا جدا جدا، شفناه الحقيقه في القاهره ومنتظرينه الحقيقه ان هو يكون متواجد في مباراه الغد بمشيئه الله، يعني مش هنقدر نقول اعداد كبيره لكن توقعنا ان يكون عدد من جمهور النادي الاهلي متواجد. سر جمهور النادي الاهلي وعظم جمهور النادي الاهلي مهما كان قله العدد بتوصل للرسائل وبيوصل التحفيز وبيوصل للهتاف، لان المجموعه اللي بتكون متواجده الحقيقه بتقدر ازاي لو الفريق مريح شويه بلغه الكوره بتقدر ان هي تشجع وبتهتف هتافات عظيمه جدا، فمنتظرين جمهورنا ومنتظرين ايضا كمان كل الجاليه طبعا المتواجد هنا اللي حابة ان هي تكون متواجده طبعا تآزر النادي الاهلي، جمهورنا ان شاء الله يكون متواجد. وحتى لا كابتن هاني انت عارف حتى لو ما فيش جمهور كتير النادي الاهلي عنده رغبه كبيره جدا جدا جدا، لان في ملايين كثيره جدا من جمهور النادي الاهلي منتظره ان شاء الله باذن الله ان هو ياخد البطوله مش يعدي هذه المباراه، لكن النادي الاهلي معودنا احنا بناخد خطوه خطوه، قطعنا شوط كبير جدا في المباراه الاولى في القاهره، عندنا شوط اصعب واهم ان شاء الله باذن الله غدا، يا رب ان شاء الله كالعاده لاعبتنا تكون على قدر المسؤوليه كالعاده، رغبتهم تكون كبيره، دخولنا في المباراه يكون سريع، وده اللي يمكن بياكد عليه مستر كولر الراجل بيتكلم لابد يكون دخولنا جيد جدا، ما نلتفتش لاي شيء، هنشوف هتاف، هنشوف حماس كبير جدا من الجمهور، هي هدف 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله هدف وحيد ان شاء الله يفتح لنا كل الامور، ويا رب ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي يا كابتن. طيب كريم برضو على مستوى الفني اللعيبه احنا عارفين كل الاستعدادات على المستوى الفني يعني على قدم وساق، ولكن جاهزيه اللاعبين هل كل اللعيبه جاهزه للمباراه؟ هل في بعض الشكوك في بعض اللاعبين؟ طمنا برضو على الحاله الصحيه والبدنيه لفرقتنا. يعني بالتاكيد يا كابتن هاني من الاشياء المطمئنه جدا الحقيقه ان الحمد لله من اول يوم ما فيش حد اشتكى من حاجه، يعني رغم الحماس والجديه الكبيره جدا في التدريبات لكن الكل بيحافظ على بعضه، لان احنا محتاجين كل لعيبه النادي الاهلي، اول تدريب كان جيد جدا وتدريب الامس وتدريب اليوم، يمكن لسه وانا بكلم معاك يا كابتن هاني تدريب النادي الاهلي شغال على ملعب العربي الزولي، الكل بيحافظ على بعضه الحمد لله، بعد كل مباراه في شغل كبير جدا بيتعمل الحقيقه من الجهاز الطبي، انت بتعمل ريكفري هنا، بتعمل مختص ثلج هنا قبل ما تروح الفندق، لان يمكن الامور دي بتكون مهمه جدا بخبرتك الكبيره
كبيره انت عارف يا كابتن هاني، بيكون مسافه طبعا لفندق الاقامه، وبعد كده بتبدا من جديد تعمل مختص ثلج. لكن الحقيقه ملعب العربي للزولي وكل الحقيقه اشقاء هنا بيوفروا كل الامور الخاصه بالريكفري بمختص الثلج، عشان كده دي حاجه ايجابيه جدا. لعيبه النادي الاهلي عندها مهمه ان شاء الله بمشيئه الله، يا رب ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي، لكن بشكل عام الجاهزيه تامه لكل اللاعبين، يتبقى بس التوفيق، ويتبقى ايضا كمان ال11 اللي هيكون مستر كولر يتم اختيارهم ان شاء الله، الاجهز يكون متواجد، ويا رب ان شاء الله يكون التوفيق مع كل لعيبه النادي. احنا معاك يا كريم، وصوره كمان كانت موجوده للتدريب المستمر دلوقتي، اخر تدريب لفريقنا النادي الاهلي، كل اللعيبه طمنا عليها بشكل كبير. كلمني عن الصحافه المغربيه ومتابعتها لهذه المباراه، الشكل العام ايه؟ هل في ضغوط معينه على فريق النادي الاهلي؟ هل في نوع من انواع الثقه؟ كلمني عن الصحافه المغربيه وتناولها للمباراه، شكله عامل ازاي؟ يعني هي الصحافه المغربيه هنا انت عارف يا كابتن شقين، يعني كل الجزء اللي بيشجع نادي الوداد متعاطف مع النادي الاهلي بشكل كبير، وبيدعم النادي الاهلي وبيحفز النادي الاهلي، وحتى الصحفيين او اصحاب الاقلام كلها اشاده للنادي الاهلي. على الجانب الاخر طبعا نادي الرجاء، الكل بيتمنى التوفيق لجمهوره وايضا كمان وسائل الاعلام هنا. لكن الميزه الكبيره جدا لعيبه النادي الاهلي ان في فصل تام عن هذا الامر، ده امر مهم جدا، وده اللي معودنا عليه الحقيقه لعيب النادي الاهلي. كنا متواجدين في كاس العالم للانديه وشفنا الاشاده الكبيره جدا من اشقائنا المغاربه، لكن كاس العالم الانديه مختلف بشكل كبير عن البطوله الافريقيه، الكل عايز يكون متواجد. عشان كده الحقيقه يمكن النادي الاهلي مركز فاصل بشكل كبير جدا كابتن سيد عبد الحفيظ ودوره الممتاز الحقيقه، كابتن سامي ومصاني، الجهاز الفني بالحقيقه، كل واحد بيقوم بدوره كابتن هاني. عشان كده ان شاء الله بنعمل ان النجاح يكون للكل، ويا رب ان شاء الله باذن الله 90 دقيقه وتكون فرحه كبيره جدا لكل الشعب المصري ببطاقه التاهل، وبعد هذه المباراه ان شاء الله يكون لكل حادث حديث. يمكن بسالك يا كريم على الصحافه، لان في بعض الصحف تناولت ان في يمكن انشقاق شويه، في شويه لخبطه في معسكر فريق الرجاء، هل الكلام ده صحيح ولا احنا عارفين ساعات الصحافه بتطلع بعض الاخبار علشان تاخد شويه من تركيز ولاعيبه النادي الاهلي؟ هل صحيح هذه الاخبار ولا هي مجرد حرب نفسيه قبل المباراه؟ يعني يمكن نقطة مهمة جدا يا كابتن هاني بأكد عليها، الأمر ده يمكن الناس سألته في المؤتمر، يمكن سألت منذر الكبير طبعا المدير الفني لنادي الرجاء، الراجل ما حاولش ان هو طبعا يجاوب إجابة صريحة، لكن الحقيقة ده هذا حصل يمكن في بعض الأمور، لكن حتى الراجل يمكن خانوا التعبير شوية في بعض التصريحات على النادي الأهلي. لكن زي ما بقول لك كل التصريحات وكلها أمور يعني بتكون لعب بالألفاظ ولعب بالحروف وبالأرقام، لكن النادي الأهلي كالعادة مركز، النادي الأهلي عنده هدف وعنده مهمة جدا، نادي الرجاء أيضا كمان ساند بشكل كبير جدا على جمهوره، النادي الاهلي عنده امل بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله ان ال11 لاعب ان شاء الله باذن الله يتم اختيارهم مستر كولر ينهوا المباراه من البدايه، ضغطنا يكون مهم جدا دخولنا للمباراه، كل الامور دي يا رب ان شاء الله مستر كولر النهارده يحط الرتوش الاخيره في التشكيل، يحط الرتوش الاخيره في تقسيم المباراه بشكل كبير، ويتبقانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله يا كابتن هاني. شكرا جزيلا كريم، كل التوفيق لفرقتنا، بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نفرح بكره بفرقتنا باذن الله. شكرا جزيلا كريم. ده كان كريم، طبعا طمننا بشكل كبير على فرقتنا، وزي ما بقول لكم في المباريات اللي زي ديت ساعات بعض الاخبار بتخرج لتشتيت فريق النادي الاهلي. الحقيقه مهم جدا الكلام اللي قاله كريم، وانا متاكد من الكلام ده، ان النادي الاهلي وكولر فاصل تماما، يعني فاصلين بمعنى ان احنا مركزين جدا، ملناش دعوه باللي بيتقال في الصحافه، حتى على مستوى اللعيبه كانت غايبه هتبدا ترجع، في لعيبه هتلعب، لعيبه ما تلعبش، صدقوني كل دوت النادي الاهلي مركز في حته تانية خالص، هو ملناش دعوه بالقصه دي، كل تركيزنا ازاي باذن الله نخرج بهذه المباراه للوصول للمباراه قبل النهائي، هو ده تركيز النادي الاهلي، وهو ده الطبيعي اللي بيحصل في النادي الاهلي، مش عايزين بعض الاخبار او 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 تشتت لاعبتنا. وبالتالي انا متاكد ان هذه الجزئيه ومستر كولر والكابتن سيد عبد الحفيظ قايمين بدور اكتر من رائع، حافظين على فرقتنا، مركزين في مباراتنا ان شاء الله بكره باذن الله اللي هتكون بوابه الوصول للدور قبل النهائي. تعالوا مع حضراتكم كمان نشوف، يمكن كريم قال في اهتمام كبير جدا في الصحافه المغربيه، يعني الخبر من الصحافه المغربيه منذر الكبير بيقول بيستبعد لاعب بارز قبل مواجهه النادي الاهلي. اكد موقع سبورت 7 المغربي ان التونسي منذر الكبير مدرب فريق الرجاء استبعد المدافع الأيمن محمد النهيري من مواجهة الأهلي في إياب دور ربع النهائي، وأكد الموقع على لسان أحد المصادر أن منذر الكبير لم يتقبل تصرفات النهري في المجموعة اللي في وسط الفرقة، يعني بسبب المستحقات المالية العالقة، وذلك قبل المواجهة الحاسمة أمام النادي الأهلي.
خبر آخر، الرجاء يستعيد لاعبين وغياب آخرين في مباراة النادي الأهلي. موقع هوسبورت المغربي أكد أن فريق الأخضر بيستعيد خدمات كل من إسماعيل مقدم ومحمد المعكازي واللي شاركوا في التدريبات بشكل طبيعي بعد طبعا تعافيهم من الإصابة. حسب الموقع نفسه المكعازي بيك ده بقى جاهز للمشاركة في لقاء بكرة إن شاء الله، يبقى القرار بيد المدرب التونسي منذر الكبير والأمر نفسه للاعب مقدم. أكد الموقع أيضا أن منذر الكبير قرر استبعاد زي ما بقول لحضراتكم محمد النهيري والجزائري عبد الرؤوف بن غيس لأسباب فنية، وتأكد غياب عبد الصمد البدوي عن إن شاء الله مباراة الغد بداعي الإصابة. خبر تاني بيقول البدراوي يرفع قيمة المكافآت المالية للاعبين إلى 11 مليون لتجاوز النادي الأهلي. عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي بيرفع من قيمة المكافأة المالية المخصصة للاعبين حال النجاح في تجاوز عقبة النادي الأهلي وتحقيق التأهل إلى نصف النهائي في بطولة أفريقيا من 80 ألف درهم إلى للاعب الواحد إلى 110 ألف درهم. البدراوي قال في تصريحات أنه زود المنحة المخصصة للاعبين في حال تأهل على حساب الأهلي في مناسبتين، يعني بعد ما كان حدد قيمة المكافأة ب 80 ألف درهم النهاردة بيرفعها ل 100، رفعها قبل كده ل 100 ألف وبيرفعها دلوقتي ل 110. هو طبعا عملية التحفيز للاعبين مهمة جدا، و الرجاء الحقيقه ونادي الرجاء بيستعد بشكل على جميع المستويات الفني والبدني على مستوى الصحافه على مستوى المكافئات، فبيرصد كل قوته طبعا لمواجهه النادي الاهلي بكره في المباراه المرتقبه. اكد المتحدث نفسه انه هيتصل بزينيتي كابتن الرجاء لابلاغه بتفاصيل هذه المكافاه الماليه. دي كانت يمكن كواليس كثيرة جدا عن مباراة الغد، لكن احنا لسه حلقتنا مستمرة وهنعرف زي ما حضراتكم عارفين الجوانب الفنية ازاي النادي الاهلي يشتغل بكرة، الارقام الاحصائيات عندنا يعني نجوم كبار جدا جدا للكابتن طبعا. معانا كريم، طيب معانا كريم احمد تاني وطبعا الرئيس بعثتنا الغزاوي، هنشوفه في لقاء خاص بعديها هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هنستقبل اتنين من نجوم النادي الاهلي الكابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديدي. برحب بيك كابتننا الكابتن هاني رمزي وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. يا رب ان شاء الله باذن الله بعد دعواتكم ودعوات كل جمهورنا بمشيئه الله بطاقه التاهل بالجهد والقلب وشخصيه النادي الاهلي وروح الفنانه الحمراء بمشيئه الله ان شاء الله نرجع ببطاقه التاهل. كل الامور دي الحقيقه هنتكلم فيها طبعا مع رئيس البعثه عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ محمد الغزاوي، الحقيقه اللي بيقوم بدور كبير جدا كالعاده طبعا مع بعثه فريق النادي الاهلي. برحب بيك يا محمد بيه، موفقين كالعاده يا رب ان شاء الله باذن الله، الترتيبات على اعلى مستوى، ترتيبات اداريه فنيه، انقصنا التوفيق ان شاء الله. لكن عايز اتكلم في البدايه الانطباع من اول يوم وصلنا الاجواء، حطينا في الاجواء كده محمد بي. اهلا وسهلا بيك قناه النادي الاهلي، واحب اسلم على كابتن هاني رمزي. طبعا الاجواء من ساعه ما وصلنا بصراحه الناس يعني استقبال رائع من فريق نادي الرجاء من اول المطار لغايه فندق الاقامه لغايه ما بنيجي التدريب كل يوم، استقبال رائع وتنظيم كويس جدا منهم. العلاقات دايما ما بين نادي الاهلي ونادي الرجاء علاقات طيبه جدا، واحنا يعني الحمد لله قمنا بنفس الكلام في القاهره، استقبلناهم احسن استقبال بشهاده كل اعضاء البعثه اللي كانوا موجودين وسهلنا لهم كل الامور اللي نقدر عليها. طبعا من ساعه ما وصلنا وجينا التمرين هنا في ملعب الاتحاد الرياضي السيد يوسف الحسنيه استقبلنا احسن استقبال، وكل الناس المسؤوله في ملعب الاتحاد الرياضي استقبلونا احسن استقبال. يعني هو كان لسه بيحكي لي في اول ما جينا ان كابتن خطيب المره اللي فاتت لما جه كانت ارضيه الملعب عجباه جدا يعني، وسعيد بان احنا بنتمرن هنا، احنا فعلا سعداء بوجودنا معاهم هنا. كل مره الناس تستقبلنا في كل تدريب احسن استقبال، موفر لنا كافه وسائل الراحه اللي نقدر عليه اللي يقدروا عليها، اي طلب لينا بيطلبوه يعني بنطلبه بيبقى بيلبه لنا. الحمد لله الفرقه كله في قمه تركيز موجود، كل الناس على قلب رجل واحد، كلهم عارفين المهمه اللي احنا جايين لها، وان شاء الله باذن الله كلنا نقدر نرجع باذن الله منصورين من المغرب ان شاء الله باذن الله متاهلين للدور اللي جاي. يمكن
النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، وده اللي شفناه الحقيقه في اي خطوه الناس بتشيد بالنادي الاهلي. يمكن على طول كمان كان في عضو مجلس اداره كمان تواجد، ويمكن سلم على حضرتك وتواجد معاك فندق الاقامه. الزيارات المستمره دي ومدى العلاقه، لان هي مباراه كره قدم محمد ب 90 دقيقه فقط، لغير احنا بنتمنى التوفيق لنفسينا، لكن بشكل عام بتشوف الكره القدم هي بكرب الشعوب فقط لغير. الاستاذ خالد فاكرني نائب رئيس نادي الرجاء، جالي فندق الاقامه ويعني قال لنا اي حاجه محتاجينها اطلبوها اي وقت، احنا سعداء جدا من احنا نقدر نلبي اي حاجه موجوده. العلاقات ما بيننا وبينهم علاقات فيها ود شديد جدا، والعلاقات ما بيننا وما بين اعضاء مجلس اداره نادي الرجاء ورئيس النادي وما بينه وبين كابتن خطيب فيها علاقات قويه جدا، واحنا علاقاتنا دايما الحمد لله كان النادي الاهلي طيبه بكل دول الفرق الدول الافريقيه، و يعني ان شاء الله باذن الله تفضل دايما العلاقات في هذا الشكل. وكان بيتكلم معايا ان هو عايز يعمل توأمة ما بين نادي الاهلي وما بين نادي الرجاء، واتكلمنا في هذه الامور، وان شاء الله اعرضها على كابتن خطيب باذن الله اول ما ارجع، وان شاء الله يبقى في فرصه ان احنا نقدر نعمل توأمة ما بيننا وبين نادي الرجاء. تدريب امس مميز جدا الحقيقه، واول امس والنهارده كمان يمكن التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، الجاهزيه شايفها ازاي؟ رغبه اللاعبين شايفها ازاي؟ لان حضورك مهم جدا، انا شايفك بتتابع التدريبات من العين كده محمد بيه، شايف لعيبه النادي الاهلي عندها رغبه ولا؟ اللعيبه ما شاء الله في قمه التركيز من اول ما طلعنا الطياره لغايه ما وصلنا لغايه كل تدريب. ما بين التدريبات الانضباط اللي موجود عند كل اللاعبين من اول الالتزام بمواعيد الغداء، بمواعيد التدريب، بمواعيد الجيم، اللعيبه كلها مركزه تركيز عالي جدا الحمد لله، والجهاز الفني والاداري والطبي كل الناس مركزه، كلهم زي ما قلت لك في الاول على قلب رجل واحد. انا موجود معاهم في كل التدريبات، في كل التوقيتات اللي فيها حاجه رسميه لينا، اذا كان تدريب، اذا كان فطار، غدا، عشاء، صلاه فجر، كل التوقيتات انا موجود معاهم. مع الدكتور محمد شاوي موجود معانا في برضه عضو مجلس اداره، متواجد معانا في كل التوقيتات اللي بنلتزم بيها مع الفرقه. النهارده وصل المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي، وبرضه هو معانا في كل الامور. يعني الحمد لله كلنا كده زي ما نقول كلنا على قلب رجل واحد، كلنا عارفين ان احنا طالعين في مهمه، اللعيبه على قدر المسؤوليه، هم عارفين ومتعودين كلهم، وكلهم لعيبه اصحاب خبره، جهاز فني واداري وطبي متعود على المباريات اللي زي دي. فان شاء الله باذن الله نرجع مفرحين كل جمهور النادي الاهلي والشعب المصري باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك كل الشكر والتقدير الحقيقه للاستاذ محمد الغزاوي رئيس بعثه النادي الاهلي وعضو مجلس الاداره على هذه التصريحات. الروح مطلوبه، الرغبه مهمه جدا، القلب على القلب زي محمد بيه قال. يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي مهما كانت الكثافه الجماهيريه، مهما كانت الصعوبات، مهما كانت اي صعوبات تقابل النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده هدف وحيد وهو الحصول على بطاقه التاهل. يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعود من المغرب ببطاقه التاهل. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلونا نرحب باثنين من نجوم النادي الاهلي الكبار، الكابتن محمد حشيش. كابتن محمد مساء الفل على حضرتك، وكل سنه وانت طيب. ازيك يا نجم؟ الله يخليك انت اكتر. كله بخير الحمد لله، كله تمام الحمد لله. ونجم اخر من نجوم الدفاع الكابتن عمرو الحديدي. عمور مساء الفل. مساء الفل يا كابتن هاني، منورنا. ربنا يخليك يا ابو الكباتن. الحقيقه خلينا احنا طبعا كلنا منتظرين مباراه بكره كابتن طبعا، بس خلينا نتكلم الاول، عايز اخد رايكم انتوا الاثنين. كابتن محمد حشيش، رايك ايه في مباراه القاهره على المستوى الفني، على مستوى النتيجه؟ هل هذه النتيجه 2-0 نتيجه مطمئنه لجماهير النادي الاهلي واللعيبه؟ اداء النادي الاهلي في المباراه الاولى كان ازاي قبل ما نوصل للمباراه بكره؟ انا هخليكم تفكروا في الجزئيه ديت لان فيها كلام كتير جدا، لكن معانا تقرير كمان مهم، تقرير النادي الاهلي والعبور لنصف نهائي البطوله الافريقيه. بشخصيته المتفردة وتاريخه العريق، يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء غد السبت اختبارا صعبا وقويا أمام نظيره الرجاء الرياضي المغربي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا. نجح الأهلي في عبور الشوط الأول من المواجهة في القاهرة بتحقيق الفوز بهدفين نظيفين حملا توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، بعد مباراة عصيبة وقوية شهدت مؤازرة جماهيرية غفيرة من أنصار القلعة الحمراء في استاد القاهرة.
واختتم الأهلي استعداداته للمباراة بتدريب رئيسي اليوم الجمعة ركز خلاله السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على شرح خطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف المنافس من خلال شرح بعض الأمور المهمة للاعبين من طريقة وأداء المنافس في مباراة الذهاب. وحرص كولر على السفر إلى المغرب قبل المباراة بأربعة أيام من أجل الدخول في الأجواء والابتعاد باللاعبين عن أي ضغوط، وشدد خلال جلسته الأخيرة مع نجوم القلعة الحمراء على ثقته الكبيرة في إمكانياتهم وفي قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية والعبور إلى المربع الذهبي من البطولة ومواصلة المشوار نحو تحقيق حلم اقتناص اللقب القاري الكبير. وبدوره حرص الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي على متابعة كل تفاصيل الفريق والاطمئنان على البعثة واستعداداتها للمباراة، وطالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنقل تحيته للاعبين وثقته في إمكانياتهم وقدراتهم الكبيرة، مشددا كعادته على أنهم الأفضل داخل القارة السمراء. إن شاء الله النادي الأهلي دايما الأفضل على مستوى القارة الأفريقية، ويثبت ده بكرة إن شاء الله والوصول لدور نصف النهائي في البطولة الأفريقية. كابتن محمد، كنت سألتك قبل التقرير عن انطباعك ورؤيتك الفنية للمباراة الأولى هنا في القاهرة والفوز 2-0. طبعا الفوز في حد ذاته ده يعني حاجة مهمة جدا جدا على أرضك مع فريق طبعا من الفرق القوية المصنفة داخل القارة يعني. إنما أنا عايز أقول إن نتيجة 2-0 يعني ما تقدرش تقول نتيجة كويسة والنتيجة وحشة، يعني أيه. نتيجة تقلق، ودي الخطورة اللي فيها، لأن المباراة اللي بتاعت بكرة إن شاء الله يعني مباراة في أرض المنافس، وجمهور طبعا هيبقى كبير جدا هناك زي ما عرفنا. طبعا التذاكر كلها يعني نفذت في 55 ألف جمهور حماسي. شفنا المباراة النهائي البطولة السنة اللي فات كان صحيح. جمهور الوداد عامل إزاي. فأنت أنت صحيح رايح 2-0 وكسبان، إنما 2-0 دي لقدر الله مع الحماس في البداية لقدر الله يدخل هدف فيك، يبقى الفرقة الثانية رجعت للمباراة والحماس زاد والأمال والطموحات صحيح. فمن هنا هي دي بس الخطورة. وفي نفس الوقت أنت كلاعب برضو، إحنا مهما كان إحنا يعني 2-0 ممكن في بعض اللعيبة اللي هي ممكن تكون يعني خبرتها قليله شويه تحس انها بالاطمئنان. يعني انا مثلا اتذكر نهائي افريقيا لعبناه في الثمانينات 87 مع السجاره الجابوني، كسبنا هنا 3. غصب عنك انت رايح الماتش الثاني 3-0 مطمن الى حد ما. المباراه خلصت 2-0 لصالح سجاره وكسبنا البطوله. بس 2-0 يعني اخر 5 دقائق او 10 دقائق كان في رعب اكيد. انت فاهم ازاي كانت القصه صعبه 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 يعني، والكره علمتنا ان مفيش مستحيل ومفيش صعب. فمن هنا انا بقول الكلام ده لان انا اكتر حاجه تهمني بالنسبه لعيبه النادي الاهلي بكره هو الاعداد النفسي للمباراه والتجهيز المباراه. الاعداد البدني ما بتلحقش انت خلال الفتره القليله، وكان عندك ماتش في الدوري قريب وكده، إنما هو التجهيز النفسي وأهمية وخطورة المباراة والسيناريوهات اللي ممكن تحصل من البداية، وإزاي تقدر تحافظ على الهدفين. تحافظ على الهدفين إن أنت ما تدافعش، لا بالعكس، أنا ألغي تماما حكاية 2-0، أنا رايح 0-0، أحط في دماغي إن أنا رايح 0-0. هنتكلم على سيناريو المباراة اللي جاية ورؤية حضراتكم في المباراة اللي جاية، لكن عايز أسمع برضو منك كابتن عمرو رؤيتك للمباراة اللي فاتت. كنت متواجد معايا قبل في ليلة المباراة وكنت متفائل زيي. اللي احنا قلناه هل فعلا حصل؟ هل انت يعني كنا بنتكلم على سبيل المثال ان الفريق الرجاء مثلا مش هيضغط على النادي الاهلي من اول 10 دقائق، حصل العكس، والرجاء في الشوط الاولاني الحقيقة ان هو احرق شوية النادي الاهلي، امتلك زمام الامور بشكل او باخر. رؤيتك الفنية للمباراة اللي فاتت، وبرضه نفس السؤال، هل 2-0 دي كافيه ان احنا ننزل مش هقول لك مطمئنين لكن عندنا جزء من الثقه ان احنا ان شاء الله نعدي لدور نصف النهائي؟ بص يا كابتن هاني، اول حاجه شكل النادي الاهلي هو هنا شيء مطمئن لاداء الشكل العام اللي ظهر به اللعيبه. هي مشكله حاجه واحده بس، التهورات الدفاعيه اللي كانت عندنا
هي اللي خلت فرقه الرجاء دخلت اول نص ساعه. يعني ايه تعورات دفاعيه؟ يعني مثلا الاسيست اللي حصل ما بين محمود متولي ومروان اللي راح فيها انفراد وشالها الاخطاء اللي شالها الشناوي، خلاص دي اخطاء احنا اللي عملناها مش تفوق فريق الرجاء. الكور الثابته فاول تكتيكي اتعمل، محمد النهيري حطها للشناوي شالها بالشكل الرائع، اكتر من رائع. صحيح. باقي المحتوى من ادائهم هو بص على حاجتين، بص على هاني وبص على علي معلول. منذر كباير بيضغط على النادي الاهلي، قال لك انا هشوفهم هم بيحضروا هضغط. لو النادي الاهلي حضر بواقعيه وبامتلاك زمام المباراه يبقى انا هتراجع واشتغل من نص ملعب. هو فعلا ضغط على النادي الاهلي. اللي على كفه الوقت ده في النادي الاهلي هو مروان، ابتدى يشتغل على الاطراف ويسيب مهام معينه للسوليه وديانج. الفكر كلها بقى في حسين الشحات اللغز، حسين الشحات، حمدي فتحي. حتى كنا مستغربين جدا، يمكن كنت مع حضرتك بنقول المهام اللي بتطلب، هو الراجل اشتغل على ملف المباراه بانصاف الفرص، الفرصتين اللي جم جونين، كره محمد عبد المنعم الكره الثابته، وحتى الناس استغربت جدا. ويمكن تعليق السوشيال ميديا محمد كان بيعمل ايه هنا، هو كان واخد مهام يطلع في اخر خمس دقائق يشتغل جوه الصندوق عشان بيجيد العاب الهوا. واللي بعدها الربط اللي ما بين تاو وحمدي فتحي بالهدوء واحرز من الهدف الثاني. مفيش حاجه تانية راحت تزعج فرقه الرجاء، وكذلك على الشناوي غير الاخطاء الفرديه اللي كانت ما بيننا اللي هي بتحتاج الكلام. انا بكون سيرد باك بلاعب اللي قدامي بقول له لف على مهلك تكير، الحاجات اللي بنقولها كلنا عارفينها في الملعب. الشيء مرضي ان كولر بيلعب على المباراه بملف معين، هو خد منه اللي هو عايزه في المباراه في القاهره. هتلاقي شكل تاني مختلف غير 4-1 4-1 اللي شفناها دي، هتلاقي في شكل تاني خالص. هنتكلم على رؤيتكم بقى كمان للمباراه اللي جايه. كابتن محمد انت قلت كان مهم جدا ان احنا نكسب 2-0، وده يمكن 1-0 غير 2-0 خالص. طبعا. كابتن عمرو قال ان احنا كولر اشتغل بسيناريو ونجح في اللي هو عايزه، انه يخرج بالمباراه لبر الامان بالنتيجه، انصاف الفرص استغلناها، وده مهم جدا في المباريات الكبيره. خلينا دلوقتي كمان نعرف لغه الارقام، يمكن لغه الارقام كمان مهمه جدا وبتبقى مرايه في بعض النقاط بالنسبه للمدربين بالنسبه للمحللين، ان الارقام بتدل على شيء ما ممكن يحدث في الملعب، ممكن ما يحصلش، لكن بتدي انطباع عام عن قوه الفريق. اذا كان مثلا بيهاجم اكتر من الاجناب، من العمق، مين اللعيب المميز فيه، كل دي لغه الارقام. هيكون معانا طبعا نجمنا الكبير في لغه الارقام والاحصائيات احمد بيومي، نستقبله نشوف لغه الارقام قالت ايه حتى في مباراه القاهره، وازاي كمان نستغل الكلام ده او اللعيبه تستغل الكلام ده في مباراه بكره ان شاء الله. نستقبل معانا نجمنا احمد بيومي. بيومي مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن هاني، طبعا سعيد ان انا متواجد مع حضرتك، وباذن الله كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي غدا امام فريق الرجاء ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا مباراه بكره مباراه مهمه جدا، وقلت طبعا مع كباتنا ان لغه الارقام لغه مهمه دلوقتي للاستاتيك والاحصائيات، كل المديرين الفنيين على مستوى العالم بيشتغلوا بيها وبيديهم امبريشر وبيديله انطباع عن المباراه بشكل كبير جدا. ف محضر لنا ايه النهارده بالنسبه للغه الارقام معاك لمباراه النادي الاهلي والرجاء؟ طيب خلينا قبل ما نتكلم على مباراه الاهلي وفريق الرجاء ان شاء الله غدا، وطبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، كنا حابب اتكلم على نقطه مهمه جدا وهي نقطه الارهاق، وده يمكن انسب توقيت ان احنا نتكلم عليه. الارهاق بالظبط، انسب توقيت لسبب بسيط، لان الاهلي الحمد لله على مستوى الدوري العام طبعا متربع على راس الجدول، طبعا محقق اقوى خط هجوم، محقق اقوى خط دفاع، فده يعتبر انسب توقيت ان احنا نتكلم على النقطه دي لسبب بسيط، عشان لو كنا اتكلمنا لا قدر الله في حاله ان في هزيمه هيتقال اصل ده مبرر، فدي كانت يعتبر انسب توقيت نتكلم على الارهاق. وهوضح دلوقتي لحضرتك مثلا لو استعرضنا اول صوره بالنسبه للدراسات العلميه اللي بتتكلم على الارهاق، هنلاقي مثلا ان عندنا نموذج لدراسه من ضمن 28 دراسه بدأ ان هم يتناولوا دراسه العلميه للارهاق، وايه هي الحد الادنى اللي بيحتاجه اللاعب للعوده الى الحاله الطبيعيه. ده تعتبر نموذج كلام مهم جدا اللي بتقوله، وزي ما بنقول احنا دايما النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام ماتش، عدد المسابقات او البطولات عدد كبير جدا جدا، وبالتالي دراسه مهمه نعرف كمان منها اشياء مهمه جدا قد تغيب عن النادي الاهلي في الفترات القادمه. يعني
بالظبط، ده يعتبر نموذج لدراسه من ضمن 28 دراسه بتتكلم في النقطه دي. هنجد ان الملخص الدراسه بتقول ان اللعيب بيحتاج من يومين 48 ساعه الى ثلاثه ايام 72 ساعه، دي الحد الادنى عشان يرجع بقدر الامكان للحاله الطبيعيه بعد المباراه الاولى. بمعنى ان النهارده في الدراسه دي بتعتمد على بعض القياسات سواء بدنيه او فسيولوجيه عشان يقدروا يعرفوا اللعيب ده رجع فعلا لحالته الطبيعيه ولا لا. قياسات بدنيه زي مثلا قياسات السرعه، قياسات القوه العضليه بجميع انواعها، قياسات فسيولوجيه برضو عندنا زي قياس مثلا تركيز حمض اللاكتيك في الدم، بيقيسوا برضو تركيز الكورتيزول، ده علشان التمزقات العضليه والشد العضلي بالظبط. هم بعد ما عملوا القياسات دي توصلوا ان اللاعب زي ما قلنا بيحتاج على الاقل لثلاث ايام عشان يرجع لحالته الطبيعيه. طبعا الثلاث ايام دول مش بيكون فيها راحه سلبيه، ولكن طبعا بيكون فيها بعض التمارين اللي بنسميها اللي هي الاستشفاء، بيستخدموا فيها بعض الاجهزه، بيستخدموا التغذيه بشكل معين بحيث ان اللاعب يرجع بقدر الامكان لحالته الطبيعيه. طبعا احنا بنجني دلوقتي ثمار اكتر من ثلاث سنين فيها تلاحم من المواسم. طب بالظبط في عندنا طبعا ما بتكلمش عن النادي الاهلي بس، انا بتكلم على اي فرقه النهارده بتشارك في دوري ابطال افريقيا، بتشارك في الكونفدراليه، بتشارك في الدوري العام، كاس الرابطه، كاس العالم للانديه. يعني عندنا المفروض المتوسط العام للاعيب بيكون من 50 ل 70 مباراه. احنا عندنا حضرتك السنه اللي فاتت عندنا في لعيبه كسرت ال 120 مباراه في الموسم الواحد. عندنا مثلا امثله زي حمدي فتحي، عمرو السوليه، عندنا مثلا زيزو، عندنا الونش، وطبعا ده بينعكس بدوره على المنتخب الوطني. النهارده لما تيجي تختار لعيبه زي دي ممكن بيحصل لها طبعا عدد من الاصابات سواء الاصابات العضليه او اللي هقع. مهم جدا الكلام دوت، وزي يعني كدراسه علميه اكيد الكلام دوت مهم جدا. وعلى فكرة من الأسباب كمان إن المدير الفني بيعمل بعض الروتيشن وبيدخل دوت ويخرج ده، منها أسباب بدنية ما فيش شك، إنك تستغل كل السكواد اللي عندك، مش لازم تلعب ب 14 لعيب في كل المسابقات، هيحصل مشاكل كتيرة جدا على مستوى الإصابات. النادي الأهلي قابل ده السنين اللي فاتت، عدد كبير جدا من المباريات كان فيها لعيبة مصابة. الحمد لله الكولر ماشي بشكل يعني اكتر من رائع في عمليه الروتيشن، عمليه راحه اللعيب، ممكن يديله ربع ساعه في نص ساعه، ممكن يريحه مباراه. فده مهم جدا جدا، لان زي ما بقول لحضراتكم البطولات كثيره جدا، النادي الاهلي بيشارك في بطولات كثيره جدا اثناء الموسم، وبالتالي محتاجين هذا الروتيشن، محتاجين سكواد على اعلى مستوى، وكل لعبتنا الحمد لله على اعلى مستوى. طيب دي نقطه مهمه كنا لازم نتكلم فيها وانت محضرها بشكل اكتر من رائع يا احمد. تعالى نتكلم على مباراة الأهلي والرجاء وأرقام التحليلية للمباراة اللي فاتت والمباراة اللي جاية. خلينا نستعرض أول نقطة إحصائية المباراة طبعا الماضية بين الأهلي ونادي الرجاء، ودي اللي هربطها بكلام الباز مع حضرتك في الحلقة اللي كانت قبل المباراة. يمكن هو كان استعرض الباز كان استعرض إن المعدل العام لفريق الرجاء اللي من خلاله نعرف طريقة لعبه، هنلاقي إن كان استحواذه كان استعرض إن هو استحواذه كان تقريبا بيصل ل 53% خلال دوري أبطال أفريقيا. لكن في نقطة مهمة، مادام قلنا قبل كده مادام اتكلمنا على الاستحواذ، لازم نستعرض مع معدل التمريرات عشان اقدر اعرف اذا كان الاستحواذ ده فعلا حقيقي ولا يعتبر خادع بالنسبه لي. فلقينا ان معدل التمريرات اللي ذكرها الباز كانت تقريبا 465 تمريره منهم 360 تمريره صحيحه، وده ك 360 تمريره يعتبر معدل منخفض. وفعلا لو جينا بصينا على احصائيات المباراه اللي حصلت هنلاقي ان الاهلي فعلا هو اللي استحوذ على المباراه بنسبه 63% مقابل 37% لفريق الرجاء. اذا هم فعلا فرقه مش بتلعب على الاستحواذ. بس خلي بالك برضو بيومي ان في بعض المباريات هو ممكن يكون ستايل لعبه في هذه المباراه او خطته ان هو بيستيب الاستحواذ للنادي الاهلي، بيعتمد على الكاونتر اتاك، بيلعب بره ارضه، فاكيد مش هيستحوذ بشكل كبير على 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 الكوره، وبالتالي ساعات الارقام على حسب بتلعب بره او جوه. اسلوب لعب بالظبط. ولكن طبعا النادي الاهلي استحوذ بشكل كبير، وعلى فكره هو نسبه استحواذه دايما على ارضه اكتر من خارج ارضه. بالظبط. وهاكد على كلام حضرتك بالحالات الفنيه، لو نستعرض اول صوره اللي بتتكلم في طريقه لعبهم وازاي هم بيعملوا البيلد اب بتاعهم، هنلاقي مثلا اول صوره هنلاقي دايما في عمليه البيلد اب هو ما بيعتمدش ان هو بيبني الهجمه من تحت، تمام، بيبتدي ان هو بيعمل كرات طوليه بشكل كبير عشان بعد كده يدخل في المرحله الثانيه اللي هي بعد البيلد اب. هنلاقي دي طبعا اول حاله فنيه عندنا، لان هو الحارس المرمى على الرغم ان هو ممكن يبني الهجمه ما بين الليفت باك او رايت باك، ولكن هو بيلعب الكوره الطوليه. لو استعرضنا برضو يا ريت الصورة الثانية هنلاقي برضو نفس الحالة بتتكرر، دي برضو حالة تانية عندنا مساحات كبيرة أو ممكن هو يبدي فيها بيلد أب، ولكن بيبتدي أنه يضغط في نص ملعب الخصم. نستعرض برضو الصورة الثالثة اللي بتتكلم على البيلد أب بتاعهم، طبعا هنا عنده الاثنين سنتر باكس موجودين، ممكن يقدر بأريحية أنه يعمل البيلد أب، ولكن برضو بيبتدي يلعب على الكرة الطولية. طبعا هنا بنقول ان فريق الرجاء مش مرهق من 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 مقارنه مثلا بسان داونز من حيث البيلد اب او ان هو بيدور الكره بشكل كبير، ولكن خطورته فين بقى؟ لو استعرضنا الكره اللي بعديها هو بيبتدي يلعب الكره الطوليه،
هنبتدي برضو يا ريت الصوره اللي بعديها هنلاقي ان هو بيعتمد بقى هنا على السكند بول. يعني هو بيعتمد انه بينقل الهجمه او بينقل الكوره بسرعه جدا، بدل ما يبني من تحت بينقل بكوره طويله ويستغل السكند بول ان هو اوريدي وصل للثلث الاخير من الملعب يعني. بالظبط. بس هنلاقي هنا بقى طبعا هنا كان المفروض سواء عندنا مروان عطيه او بنتكلم في ديانج، كان المفروض ان هو يضغط على اللاعب بحيث ان هو ما يستلمش الكره باريحيه كده. هنلاقي بقى بعد ما بيعمل السكند بول بيبتدي هنا خطوره فريق الرجاء ان هو بيبتدي يعمل كثافه هجوميه جوه منتصف ملعب النادي الاهلي. لو استعرضنا الصوره اللي بعديها هنلاقي ان هنا موجود فريق الرجاء موجود بست لعيبه جوه منتصف ملعب الاهلي بعد السكند بول. برده الصوره اللي بعديها لو استعرضناها هنلاقي دي مثلا دي حاله ثانيه برده موجود بثمان لعيبه موجودين جوه منتصف ملعب الاهلي. اذا هو ما بيعملش بيلد اب ولكن بيستخدم الكرات الطوليه وبعد كده بيعمل كثافه هجوميه. دي يمكن اول نقطه فنيه. لو استعرضنا برده تاني في نقطه فنيه مهمه جدا في احصائيه المباراه، يا ريت نرجع لاحصائيه المباراه هنلاقي. طب هاتوا لنا الاحصائيه بتاعه المباراه اتفضل. هنلاقي ان فريق الاهلي عمل كان تقريبا عمل 12 عرضيه منهم عرضيه وحيده هي اللي صحيحه. لو بصينا في العرضيات صحيح 12 عرضيه منهم عرضيه وحيده صحيحه. لو جينا استعرضنا الحالات الفنيه اللي بتتكلم على العرضيات هنلاقي دايما ان كهربا كان دايما موجود لوحده تماما داخل منطقه الجزاء، ما عندناش اي كثافه هجوميه. دي اول حاله عندنا. هي برضه عشان الساده المشاهدين يعرفوا عرضيات صحيحه بمعنى الكره العرضيه بتوصل للاعب من عند من النادي الاهلي وبالتالي بتعتبر يعني عرضيه صحيحه. بالظبط. انت اتكلمت ان احنا عندنا 12 عرضيه ومنها عرضيه وحيده هي الصحيحه هي عرضيه الهدف. هنلاقي دي مثلا زي ما حضرتك تفضلت قلت ان العرضيه دايما بتعتمد على حاجتين، دقه العرضيه، تاني حاجه التمركز السليم جوه ال 18 او الكثافه الهجوميه اللي موجوده من النادي الاهلي جوه ال 18. عندنا دي مثلا اول حاله لا دايما كهربا متواجد لوحده تماما، ما فيش اي تكمله من الجناح المعاكس سواء مثلا بنتكلم من بيرسي تاو متاخر يعني حتى حسين الشحات متاخر مفروض كمان يبقى يكمل لقدام، مفيش حد من خط النص كان عامل بالظبط مع عندنا السوليه او حمدي فتحي ما كانش بالظبط. لو استعرضنا مثلا الحاله الثانيه هنلاقي نفس الكلام برضو، هنلاقي محمود كهربا متواجد جوه ما بين السنتر باكس وطبعا هنا بيسهل عمليه المراقبه عليه طبعا. بتكون طبعا ايه سهله جدا، فبالتالي بتضعف حته العرضيات ان احنا تكون صحيحه. لو استعرضنا الكره الحاله اللي بعد كده ده برضو نفس الكلام، هنلاقي نفس الحاله بتتكرر مره ثانيه. لو استعرضنا الحالة اللي بعديها هنلاقي بقى الحالة الوحيدة اللي جا منها الهدف هنلاقي ان كان في تكملة هجومية. لو استعرضنا برضو الصورة اللي بعديها هنلاقي هنا دي حالة الهدف. الصورة مختلفة بقى خالص، الكرة العرضية عندك أربع لعيبة متواجدين يمكن كمان داخل ال 18 بشكل مكثف. عندنا بيرسي تاو، عندنا حسين الشحات، عندنا محمد عبد المنعم، عندنا كهرباء، عندنا أربع لعيبة موجودين في كثافة هجومية وبالتالي دي فعلا اترجمت لهدف. دي يمكن كانت الحالات اللي كانت عندنا اللي بدأنا ان احنا نستعرض الارقام ومقارنه بالحالات الفنيه. ممكن برضو اخر حاجه ان احنا نستعرض الارقام بالنسبه للعيب النادي الاهلي، سواء مثلا ممكن نمسك من خط الدفاع محمد عبد المنعم. يلا بينا. خلينا محمد عبد المنعم طبعا شارك في 9 مشاركات، طبعا سجل 3 اهداف، والنقطه المهمه جدا هو يعتبر رابع افضل لعيب من حيث التمريرات الصحيحه خلال دوري ابطال افريقيا مقارنه بجميع اللعيبه. عامل طبعا 500 تمريره صحيحه بنسبه صحيحه 92%. طبعا ده مهم جدا بالنسبه لخط الدفاع النادي الاهلي، لان خط الدفاع النادي الاهلي بيحتاج دايما بجانب النواحي الدفاعيه لازم يكون عنده القدره انه يعمل البيلد اب بتاعته ويكون تمريراته سليمه. وطبعا محمد عبد المنعم هو لاعب الجوله، لاعب احسن لاعب في هذه الجوله طبعا بتصنيف الكاف. خلينا نستعرض برضو بعد كده ممكن نستعرض ارقام مروان عطيه. طبعا صفقه اكثر من رائعه طبعاً وكانت ليها دورها. دي طبعا الصوره اللي بتوضح طبعا اكثر اللعيبه اللي كان عندهم القدره على التمريرات الصحيحه. عندنا مروان عطيه يعتبر ترتيبه الثاني على مستوى جميع لعيبه دوري ابطال افريقيا. نتكلم في محمد عبد المنعم ترتيبه الرابع طبعا، وفي لاعب الرجاء وفي عندنا لاعب شباب بلوزداد. دي ارقام طبعا مروان عطيه طبعا شارك في بطوله افريقيا. دي عدد عدد المشاركات 4 وعمل تقريبا او 93% تمريرات صحيحه، وده مهم جدا في يعني في مراكز كده. يعني ممكن لما يكون راس الحربه يخسر الكره ما فيش مشكله، لكن هتتكلم على سيرد باك، هتتكلم على واحد ديفندر وسط الملعب بتبقى كارثه لو اتقطعت منه الكره. وبالتالي مهم جدا من مميزات مروان الحقيقه ان هو بيطلع الكره من رجليه صح، وما بي يعني ما يعني بيلعب السهل الممتنع. سهل جدا طبعا، بيبقى ليه دور فعال جدا في عمليه الترانزيشن ما بين الدفاع وبتدي ينقل الكوره عشان تروح لمنتصف ملعب الخصم ويدخل في مرحله الهجوم. صحيح. ممكن نشوف برضو اخر لاعب عندنا مثلا بيرسي تاو. طبعا بيرسي تاو طبعا يعتبر اكتر لعيب ساهم في اهداف على مستوى دوري ابطال افريقيا، احرز هدفين، عمل اسيست لاربع اهداف. طبعا هو يعتبر يعني في خلال الفتره الاخيره خصوصا بعد مباراه سان داونز شارك فيها وظهر بشكل اكثر من رائع. ده حقيقي، بيرسي تاو من اللعيبه اللي بدات تظهر بشكل اكثر من رائع في الفتره اللي فاتت.
بيومي متميز دايما ودايما بتنورنا، وتحليلاتك اكتر من رائعه، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا كابتن. شكرا ليك احمد. وده كانت على مستوى الارقام، اكيد هنرجع ليه طبعا كباتننا الكبار عشان نترجم اللي اتقال دوت للفنيات، ايه اللي يحصل في مباراه بكره. خلينا نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه مع نجومنا الكبار الكابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديد. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، خلينا نرحب تاني بضيوفنا النهارده. كابتن محمد مساء الخير. كابتن عمرو مساء الخير. كابتن محمد، الارقام مع احمد بيومي وبعض اللقطات كده لازم نقف عندها. تمام. اهمها الكرات العرضيه للنادي الاهلي، عملنا 12 كره عرضيه ما جبناش غير منها فرصه وحيده وهي كانت الهدف. تمام. بتفسر ده ازاي؟ وهل بكره ان شاء الله باذن الله هيكون في تغيير في سيستم لعب النادي الاهلي؟ هيكون في سيناريو مختلف لكولر من خلال تقسيمه المباراه نفسها؟ يعني بص هاني، انا رايي ان طبعا اي مباراه بتتلعب هو جيم بيتلعب بين اثنين مدربين على حسب اللي عايزينه من المباراه. صحيح. المباراه الاولانيه غير المباراه الثانيه. المباراه الثانيه بالنسبه للنادي الاهلي انت راجل كسبان اثنين، فما عندكش حته الاستعجال انك تحرز اهداف. يعني انت بتميل مش ان انت رايح عشان كده بس، لا بتميل انك تحافظ على الهدفين. صحيح. فرق الهدفين. فمن هنا بيجي او بتبني التكتيك بتاعك او الخطه بتاعتك او التشكيل او الطريقه او لان ممكن تحط طريقه معينه بس هو التنفيذ يبقى بشكل تاني. يعني حته بقى 4 و2 و3 هي تنفيذ اللعيبه في الملعب. انا في رايي ان اهم حاجه نلعب عليها بكره ان شاء الله هي موضوع الاستحواذ. الاستحواذ دايما اكتر عنصر بيهد اي فرقه قدامك، وخصوصا لما تكون بتلعب على ارضها وتبقى انت ممتلك الكره ومستحوذ الكره. اول حاجه بتستهلك وقت، ما انا ما قلتش طبعا استحواذ سلبي، يعني انت بتتكلم تطلع كره من تحت وتنقل وتضغط، لازم يكون الثلاث خطوط قريبين من بعض عشان انت تقدر تتكلم ان معظم الوقت يكون الكوره في رجلينا في رجلك، لان انت كده بتضمن ان مفيش خطوره عليك. مظبوط. في نفس الوقت ان انت بتقلل تماما او بتمنع الاخطاء في الباسنج، يعني زي ما شفنا الماتش اللي فات الحاجات لو تفتكر الاهداف او الفرص الخطر اللي جت على النادي الاهلي معظمها بتبقى اخطاء من تمريرات دفاعيه للديفندرات في نص الملعب، بتترجم على طول مع الفرق الكبيره زي ما شفنا في كاس عالم الانديه الخطا بتحاسب عليه على طول. مظبوط. فاحنا عايزين نقلل بقدر الامكان او نمنع تماما الاخطاء اللي هي الباصات اللي هي بالعرض اللي هي ممكن تشكل خطوره، لان الباصه اللي بالعرض دي بيبقى الملعب مفتوح وتبقى اللعيبه غصب عنك بعيده عن بعضها عشان كل واحد بيبقى عايز في مكان فاضي يستقبل الكوره، فلو اتقطعت بتبقى خطر ما بتلحقش تغطي او الديفندر ما بيلحقش يغطي. في نفس الوقت الاستحواذ عشان تقدر تعمله كويس قوي لازم تبقى الخطوط قريبه من بعض. انا مش هقول ان الاستحواذ ده بيبقى مع خط الدفاع مع الديفندرات بس، لا ده الاستحواذ ده مع الفرقه كلها، لازم الفرقه تبقى قريبه من بعضها. يعني ما ينفعش تعمل استحواذ وانت بعيد. صحيح. اللعيبه بعيده عن بعضها، لازم يبقى اللعيبه قريبه، يعني الراجل اللي بيجي له الكوره ده لازم على الاقل فيه اثنين سواء اليمين او الشمال. واللعيبه بتتحرك من غير كوره وفي مساحات، كل ديت عشان تديك الاستحواذ بشكل او اخر. هتستغل انت حته برضه ان هو مستعجل، هو عايز مش عايز الوقت يعدي، وبالتحديد الربع ساعه الاولانيه مع حماس الجمهور ومع الشوط الاولاني ان هو ما بيبقاش جايب اهداف فيك، هو عايز برضه يلحق يجيب هدف زي ما قلت ان هو يدخله الجيم تاني وتبقى المساله قريبه، لان لو حصل انت واستنفذت الوقت والتايم الاولاني خرج 0-0 ورحت على الشوط تاني بيبقى فيه سيناريوهات تاني بالنسبه للفرقه اللي هي خسرانه وبتلعب. صحيح. على ارضها، فانت من هنا بتبني الخطط بتاعتك، وفي نفس الوقت برضه انت بتلعب على اخطاء بقى الغير، هو اكيد برضه متوتر وعلى ارضه زي ما بقول لك الاستعجال بيولد الاخطاء، فممكن انت تستغل الحته دي بالكونتر اتاك السريع. يعني احنا برضو لما الكوره بتبقى تحت ايدينا او بنلعب او بننقل ممكن نستغل في الحته الفاضيه، لان هو عشان يحرز اهداف مش هيلعب بالطريقه اللي لعب بها هنا كور مرتده وهجمات خطفه زي ما بيقولوا، لا ده هو لازم هيلعب بالجناحين. طب عايزين نسمع من كابتن عمرو السيناريو المتوقع من منظر الكبير بكره في مواجهه النادي الاهلي،
الحسابات اختلفت، حسابات مختلفة تماما. مباراة الراجل خسران فيها 2-0، هو هنا المباراة كان بالنسبة له التعادل أو حتى الخسارة 1-0 بالنسبة له ما كانتش هتبقى مشكلة كبيرة، لكن مدرب خسران 2-0 بره أرضه بيلاعب النادي الأهلي، تفتكر السيناريو اللي هيشتغل بيه منظر الكبير بكرة زي كابتن عمرو؟ بص يا كابتن هاني، يمكن كنت بتكلم مع كابتن محمد في الفاصل، الراجل عايز يلعب بحاجة معينة انتهى منها في مباراة الأهلي هنا آخر 10 دقايق، اللي هو العقل المفكر ليه عبد الإله الحفيظي، الراجل اللي بيشغل الأطراف عنده، بيستعمل الاثنين عندهم مهارة، يسري بازوق وحمزة خابة وزكريا الهبطي، اللي هو الراجل بيستعمل مهارة عشان يوقف إمكانيات علي معلول ومحمد هاني. هيشتغل 4-2-1-3، 4-2-1-3 بيستعمل الاثنين الديفندرين اللي هو عشان ابقى ذاكرتي سليمه، اهودو هو تملي بيلعب بالنهري وطايق وجمال حرقاس، وعنده مشكله في لاعب خرج من المعسكر بقاله يومين لاموره الماديه، اللي هو محمد نهيري اللي شات الضربه الثابته على الشناوي. محمد معقازي رجع للفرقه تاني، عنده اثنين ديفندر، روجي اهولو الراجل الافريقي بتاع توجو، وعنده محمد زردوق، وبيلعب عبد الحفيظ الالهي على حساب وليد الصبار، وبيشتغل بالاطراف الامكانيه بتاعه المهاره من جهه علي معلول اللي هو زكريا الهبطي، ومن الناحيه الثانيه يسري مرزوقه وحمزه خابه كسترايكر جوه الصندوق بيشتغل على الكور العرضيه. لو رجعت يا كابتن هاني للسنه اللي فاتت في مباراه الرجاء، هم مع دوشه الجماهير وحماس الملعب الكور العرضيه، التمركز الدفاعي لينا، تألق الشناوي ان هو يمنع اي دوشه داخل الصندوق، اطلع اخد الكور دي هتريحني كتير. كولر هيشتغل بالمواصفات اللعب بيها هنا، بس بدل 4-1-4-1 4-4-1-1، ازاي تلقني كونتر اتاك من الدفاع للهجوم عشان اقدر انهي الهجمه هناك. انت بتتكلم 4-4-1-1 ده والكره متحركه، ممكن الفورميشن يبقى 4-3-3 بالظبط كده. بس اهم حاجه عنده الاول كان في مصر ديانج والسوليه طايرين، لا موجود هيبقى في نص الملعب، هيبقى موجود بجوار مروان على يمينه هاني، هيشتغل جبهات هاني وديانج وتاو، الجهه الثانيه علي معلول حمدي فتحي حسين الشحات، واهم واحد في كل دول هو حمدي ومروان، التمركز في نص الملعب لعدم الزيادات العدديه اللي موجوده من فرقه الرجاء لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى هيستعمل كره ثابته، كونتر اتاك بيستعمل فيه المهاره زي بيرستا وحسين الشحات داخل الصندوق، تسديده معينه من حمدي فتحي او مروان، هو الشكل العام هيبقى كده، واي حاجه جوه الصندوق من انصاف الفرص هتبقى من نصيب كهربا، اللي هي الحاجات اللي فيها كره عرضيه. يعني يمكن احمد وهو بيشرح لحضرتك كابتن هاني واحنا سامعين كنا بنقول هو ليه ما فيش كثافه عدديه، ده الطعم اللي عمله كولر واستفاد منه وبلعه منظر الكبير. يعني كان مقصوده باينه قوي، باينه قوي. كهربا كان بيلعب فترات كان لوحده وسط 5-1، 5-1 الشوط الثاني اخر 12 او 13 دقيقه كان بيبقى جوه الصندوق حمدي ومروان وحسين وكهربا، وبعد كده شريف وقالوا ديانج. يعني يمكن ديانج احنا شوط تاني بعد ما عمرو غير قلنا هو ديانج فايق ليه، مع ان ديانج في اول ثلاث باصات فقد الثقه وابتدى يتطرف، ابتدى بقى بيزيد في اخر الشوط التاني من ناحيه اليمين، كان بيزيد زياده عدديه على تاو وادى اريحيه ان تاو يخش واحرز منها، عمل منها الهدف اللي هو الوان تول اتعمل ما بين اللونج باص اللي اتعمل لحمدي فتحي داخل الصندوق والربط ما بينهم. الشغل يا كابتن هاني دوت كنت بقول لكابتن محمد خط ظهر وحارس مرمى، الماتشات دي خط ظهر وحارس مرمى ومروان. يعني ما انا اعتقادي الشخصي دلوقتي انا في رايي ان التيم ورك لوحده، يعني انت بتبدا، لكن الاهميه يعني محمد الشناوي فرصتين الاولانيين ده لوحدهم مباراه، يعني الثانيه كمان اكتر من الاولى. انفراد فالحمل اكيد هيكون كتير على الشناوي على خط الدفاع، ولكن اللي بيسند حتى وسط الملعب لازم يسند، حتى الشكل الهجومي لو كنا بنتكلم على حسين اكيد ليه ادوار دفاعيه، بيرسي تاو ليه ادوار دفاعيه، هيلعب بكهرباء او بشريف لسه هعرف رايكم في الجزئيه دي. لكن كابتن محمد ايه اللي حضرتك شفته في المباراه اللي فاتت مباراه النادي الاهلي الاولى، وتتمنى ان كولر يغيره، واعتقادك السيناريو اللي هيمشي بيه كولر خلال المباراه هيقسم المباراه ازاي؟ كابتن عمرو اتكلم على منظر الكبير ان هو هيشتغل بشكل مختلف شويه، الشكل المختلف اللي هيشتغل بيه كولر هيبقى شكله ازاي؟
هو انا طبعا اللي كنت اتمناه في المباراه اللي فاتت ما اقدرش اتمناه في المباراه. حسابات مختلفه. حسابات مختلفه يعني انا كنت اتمنى زي مثلا الاول ربع ساعه كان في تفوق ليهم شويه علينا وكان في هجمات وما كانش في ضغط لعيبه مع بعض، ضغط فردي، فالضغط الفردي ده يعني ما بيجيبش برضو صحيح. نتيجه معينه، بل بالعكس بيخسرك لعيب لان واحد على واحد ممكن يعدي يفتح مسافات. المباراه اللي هناك ما اعتقدش ان هو يعمل الضغط ده، بل بالعكس هو ممكن يرجع شويه تلت ملعب او نص ملعب، بحيث ان هو كمان على حسب ما هو بيفكر في التكتيك الهجومي ليه، هل هيلعب زي ما لعب هنا على الاطراف من الجنب، ولا هيرجع شويه بحيث ان الديفنس، وانت لما الفيرو خط الفيرو بتاعك بيبقى راجع لنص الملعب او قال على خط نص الملعب، الديفنس الناحيه الثانيه بيبقى ضاغط عليه، فمن هنا ممكن تبقى في المساحات اللي موجوده هتبقى بين او ورا الاثنين الباكين. خلينا نتكلم احنا يعني نتناقش كلنا في الامر. النادي الاهلي مش نادي كاونتر اتاك، يعني النادي الاهلي مش من الانديه اللي عندها عليه هجمه مرتده. يعني ما عندناش اولا امكانيات او ان احنا نعمل هجمه مرتده. طيب انت شايف هل يعني لو احنا هنرجع لورا نبدا نطلع بالكوره بشكل معين نستغل افضل، هو يكون في مراقبه على علي معلول ومحمد هاني اللي قدموا مباراه كبيره جدا جدا، النواحي الدفوهات اللي عندهم في خط الدفاع على مستوى الاثنين المساكين تمام، هل الاستغلال يكون من العمق اكتر ولا من الاجنبي؟ ما هو دي اللي انا بقولها، ان انت بتعرف لو لما انت بترجع وبتطمع الفرقه فيك شويه بحيث ان الديفنس بيتقدم على نص الملعب، الباكين بيبقوا بعيد عن المساكين شويه لما بتبقى في الضغط، فده ده بيخلق شويه مساحات اللي انت بتقول عليها هاني نستغل فيها كهربا حته واحد على واحد بالسرعات او حسين الشحات بيجيد الحته دي، غير ان انت بتلعب من قدام وضاغط بتبقى الفرقه الثانيه المان تو مان بتبقى كما ينبغي زي ما بيقولوا، انما مع النقل وبترجع لنص ملعبك شويه وبتبقى الفرقه قريبه، وخصوصا ان انت برضو بتلعب على السيناريو اللي هو قدامك، ان زي ما بقول لك فرقه نازله عايزه عندهم هم الهدف هجومية. عندهم اول تفكير بيفكروا فيه هو الهدف الاولاني، لان الهدف كل ما الوقت بيعدي شويه بتفرق كتير، هيضغط عصبيه اكتر بيفقد غصب عنه هيبقى في مساحات، لان اي زياده هجوميه او ضغط هجومي من اي فرقه لازم بتستغل فيها الباكين بتوعها، ما ينفعش الراجل راس الحربه لوحده او اللعيب ده هو هتلاقي الباكين بيهاجمه وهتلاقي ديفندر بس بتاع نص الملعب هو اللي ثابت والاثنين التانيين مهاجمي، يعني انت فاهم ازاي؟ فمن هنا هو سيناريو مباراه على حسب رؤيه المباراه، عشان كده انا بقول لك انت الاستحواذ في البدايه بيفرق معاك، لانك بتقرا الخصم كويس بالاستحواذ وان انت ما بتفقدش الكوره وفي نفس الوقت بتستهلك الوقت، يعني ما ينفعش انت تبادر بحاجه يبقى لها بعض العواقب، انا ده في رايي يعني. عمرو كولر هيلعب تحت الكوره، كل الفرقه تحت الكوره، هيشوف الناس بتحضر ازاي وبيحضر تلتين ولا نص ملعب يعني عند القوس، من عند القوس بالظبط تمام. لو انت حضرتك فاكر في مباراه سان داونز هنا اول 35 دقيقه كولر كان تحت الكوره، فهيرجع بالسيناريو شويه لمباراه ريال مدريد، اشتغل من تلت ملعب واللعيبه كلها تحت الكوره كفر واحد، بيروحوا حسب اتجاه اللعب وبيملى كثافه عدديه داخل نص الملعب عشان لما يبتدي يحضر. منذ الكباير عارف ان النادي الاهلي عنده اتنين بيحضروا كويس قوي، اذا كان متولي ولا عبد المنعم، عكس اللي هو هيتخيله ان هاني ومعلول هيبقوا ثابتين، مش هيبقى فيه زياده زي ما هم متخيلين، ويمكن دي كولر استعملها في اخر الشوط الثاني بنزول خالد عبد الفتاح عشان يقلل الضغط على علي معلول. صحيح، هو ثبت خالد قدام خلاص ما بقاش فيه زيادات، محمد النهيري ما زادش خالص في الشوط الثاني. هي دي نفس الكلام، هو عايز يتكلم مصدر التغذيه لفراوده الرجاء هو عبد الاله الحفيظي، هشتغل عليه مان بمروان. الناس هتمسك مان، واعتقد ان المان هيبقى 90% لمحمد عبد المنعم ومتولي هو الحر مش العكس. تملي كنا حمزه خابه بيجيد العاب الهواء وفرود بيقول لغه الكوره رخم، بيقف على الكوره وبيستنى محطه يشتغل بيها على الاطراف. زكريا الهبطي بيشتغل بالمهاره اللي كولر هيستعملها اول لما الكوره تخرج، انا عايزها تخرج على حسين، انا عايزها تخرج على تاو عشان ينقلني. هفكر حضرتك كابتن هاني بمباراه كنت انت السبب فيها في مباراه بوركينا فاسو في بطوله امم 98، كابتن جوهر لما حط حضرتك في نص الملعب وكان الشيشيني بيحضر من تحت صح، كانت الكره بتتطرف بتاخد ياسر ريان ازاي ينقلني من الدفاع للهجوم، كتر اتاك بتاعي هنا حسين مش بمهاره مش بسرعه ياسر بس بيشتغل بالمهاره كويس،
نفس تاو عنده جزء كبير من المهارة وعنده جزء كبير من السرعة يقدر ينقلني. وكهربا انت تحت الكورة تميل حسب اتجاه، راحت ناحية الشمال هروح معاه، راحت ناحية يمين بروح معاه، وفي نفس الوقت مفيش ريسك ان مرماية اول ربع ساعة يستقبل اي حاجة. دي محاضرة كولر، مفيش حاجة تقابلني، الالتزام، المان، كور الثابتة، السذاجة في الفاولات اللي فيها رعونة ملهاش لازمة تبقى مواجهة للشناوي عشان ما تضمنش اللي بيسدد تروح ازاي. مجموعة حاجات مكسبها كله هو التركيز وروح النادي الاهلي. ده مهم جدا، ده مهم جدا التركيز. انت عندك في حاجه برضو هاني ولا انت؟ لا اتفضل اتفضل يا كابتن. انت برضو اول ربع ساعه دي مهمه قوي، وانت هتشوف الفرق قدامك تلعب ازاي. يعني انت عندك ممكن هو الراجل ينزل ممكن يفاجئك بالضغط. لا لا اكيد مليون في المية. ففي الحاله دي مع الجماهير واول 10 دقايق هتلاقي ضغط عالي طبعا. في الحاله دي بقى هل انت التشكيل اللي انت حاطه هيقدر يعمل استحواذ تحت الضغط الجامد ده؟ طب خلينا عشان التشكيل دوت أيوة. عشان كمان في عندنا عمرو السوليه غايب، خلينا اعرف أيوة. برضو رؤيتك كابتن محمد وكابتن عمرو، رؤيتكم للتشكيل الامثل من وجهه نظركم طبعا لبدايه مباراه بكره. لكن خلينا نكمل الجزء الرقمي والاحصائي مع محمد الباز، وصوره مختلفه شويه وارقام مختلفه شويه وبعض الصور مختلفه على قدمه طبعا احمد بيومي. نرحب بي طبعا نجمنا محمد الباز ونشوف محضر لنا ايه لمباراه بكره. باز مساء الفل. مساء الفل يا كابتن هاني، اخبارك ايه؟ وحشني. كله تمام حضرتك اكتر طبعا، تحياتي ليك ربنا يخليك. ان شاء الله تكمل على خير. ان شاء الله. كنت موجود معانا الاسبوع اللي فات و كانت معظم كلامك يمكن اتنفس من خلال المباراة، وعايزين كمان رؤيتك محضر لنا ايه طبعا للنهاردة والمباراة بكرة، وشفت مباراة المباراة الاولى ازاي من خلال الارقام من خلال الاحصائيات. تمام. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا ان من اهم مشاكل الرجاء هي الكرات الثابتة او الكرات العرضيه المتحركه. عندهم مشكله كبيره جدا في خط الدفاع، دايما بيسيبوا مساحات ما بين السنتر باكس، ما بين في مساحات كبيره جدا، التمركز عندهم مشاكل كبيره في الرقابه، وده دايما لما بنلاقي الكرات العرضيه سواء من كروسات متحركه او الكرات الثابته. صحيح. هنا زي ما دكتور بيومي دلوقتي عرض ان في رقم لازم نقف عنده، قلنا في 12 عرضيه لعبهم الاهلي، واحده بس هي اللي تمت اتنفذت منهم الهدف. مظبوط. بدين النهارده عايزين نعرض ليه ان الرجاء فهم ان الاهلي اكيد درسه بشكل كويس، فبالتالي بدا ان هو يقفل على اطراف الاهلي. اطراف الاهلي طبعا الخطوره سواء كانت من عندنا علي معلول طبعا مع حسين الشحات في ناحيه الشمال، حتى ناحيه اليمين كان تاو حتى مع هاني لما كان بيزيد معاه، وشفنا زياده كبيره جدا لديانج كان بيزيد معاهم من ناحيه اليمين كبير جدا في بعض اوقات المباراه. عمل ايه الرجاء عشان يقفل الكلام ده كله؟ عشان يحافظ على الاقل نسب الاستحواذ، ان هو يوقف خطوره النادي الاهلي، وهو عارف انه عنده مشكله كبيره جدا من العرضيات، بدا يقفل على اطراف النادي الاهلي بشكل كبير. معانا بعض الحالات اللي هنستعرض منها ازاي قدروا ان هم يوقفوا اطراف الاهلي بشكل كبير جدا. لو نبدا يلا نعرض الحالات معانا. بص يا كابتن هاني، حتى من ناحيه الشمال دايما بص، يعني حتى حسين الشحات عليه اثنين على طول، دايما في اثنين في ظهره، حسين الشحات اللي ورا الحكم على طول. ايوه طبعا. دايما في اثنين في ظهره ناحيه الاقصى الشمال، طبعا علي معلول على طول في رقابه في نص الملعب، نازل واحد في اثنين، يعني دايما في رقاب شكل يعني كبير ناحيه. يعني انت بتتكلم خلاص، يعني في مراقبه مزدوجه على حسين الشحات ناحيه الشمال عند علي معلول في الطرف، كمان الراجل الرايت وينج نازل وبيعمل اداؤه الدفاعي مع علي معلول. حتى الديفندر بتاعهم له ده نازل حتى مع عمرو السوليه في ظهر ديانج في اثنين. لو بصينا اقصى ناحيه اليمين هتلاقي برضو في تمركز بشكل كويس جدا نافلين على محمد هاني، ده هنشوفها في الحالات الثانيه. لو نمشي برضو في عندنا امثله كتيره، ده مثال ثاني. يعني بص يا كابتن هاني، نفس الكلام، رقابه مزدوجه على حسين الشحات، وراه واحد واقف لوحده بيغطي الجناح الشمال بيقفله تماما، حتى علي معلول على الخط دايما عاملين تكتل. طبعا 4-3 موقف صعب، يعني موقف صعب جدا، بيضيقوا المساحات علشان عارفين الخطوره دايما ممكن تيجي من هنا. لحد لما بدا ان احنا زي ما الكباتن اتكلموا دلوقتي، كان دايما وبيومي دايما نلاقي كهربا لوحده في جوه البوكس. مظبوط. دايما عشان طبعا يعني هنقول ليه كولر حل المشكله دي ازاي، ولكن ده برضو مثال سريع ناحيه اليمين. ناحيه اليمين زي ما بقول من نطر بقفلوا على الاطراف، ناحيه اليمين نفس الكلام، هنبص هنلاقي 4-2 دايما في زياده عدديه من فريق الرجاء قفل على اطرافنا بشكل كبير جدا. الحلول كانت ايه؟ ده اللي شفناه في الهدف الاول.
وفي اخر دقايق طبعا الشوط الاولاني بدانا نستعرض الهدف بالاول للنادي الاهلي. طبعا هدف محمد عبد المنعم من اوله كانت البدايه من هنا، كانت يعني لعبه بدايه بيلد اب من الخلف، لقينا في محمد عبد المنعم هناك كمهاجم تاني عشان يعمل الزياده العدديه داخل الـ طبعا المستطيل داخل البوكس. لو هنمشي الهجمه هنا بقى قدرنا ان احنا نهرب، نمشي ديانج طبعا هو لعب الكوره مع حسين الشحات اللي بدا يستلمها كابتن هاني، ويعني نمشي سريعا هنلاقي هنا اتلعبت الكوره عايز يحل، يعني نرجع خطوه عايز حسين الشحات بدا ان هو يلعبها في العمق، يعني قال لك خلاص انا الاطراف مقفوله عندي. ما خلاص انت لو علي معلول، لو علي معلول بيستلم على الخط الراجل سهل جدا يدافع عليه، لكن علي معلول قطع وحسين ان تايم اتلعب، وحتى هتلاقي بيرسي تاو عامل كمان الشكل ان هو عايز ياخد من ورا السنتر باك، ودي كانت احد حلول كولر اللي حتى جه منها الهدف الثاني، وهنستعرض بعض الحالات. حسين الشحات لعبها في العمق، كان حابب ان هو يلعبها لبيرسي تاو اتقطعت، رد طبعا حسين الشحات المتابعه كانت هايله جدا منه، خدها وبصاها بسرعه لعلي معلول اللي عمل الكروس. هنا بقى لو احنا نرجع هنلاقي محمد عبد المنعم ده الزياده اللي متكلم عليها كمهاجم ثاني. لا كمان خلي بالك ده بيرسي تاو كمان دخل، يعني كان في الصور اللي قبل كده كان ما كانش فيه غير كهربا، لقينا دلوقتي في الصورة دي. المهم جدا اللي انت بتتكلم عليه ان محمد عبد المنعم داخل وسط ال 18 عشان يزود الحالة الهجومية، يعني صحيح دايما احنا عارفين محمد عبد المنعم بيزيد امتى في الكور الثابتة، الكور الثابتة، اما هنا دلوقتي في كورة متحركة زي ديت، وده تعليمات من مستر كولر كحل من الحلول لما لقى الاطراف كلها مقفولة بشكل كبير جدا. داخل محمد عبد المنعم من كورة عادي متحركة كانت بيلد اب زي ما شفناها من البداية، وكان مهاجم تاني هنا واحرز الهدف. لو نكمل سريعا احنا عندنا بعض المشاكل لو كنا خدنا بالنا منها اثناء اللقاء كنا احرزنا اهداف اكثر، يعني ما كانش في سكاننج بشكل كبير جدا. لو نستعرض بعض الحالات التحركات من غير كوره، يعني لو نكمل خلاص كده ده الهدف. هنا كابتن هاني كانت البدايه اللعبه هنا مع مروان، وشوف الاثنين دايما حسين الشحات ومعلول واقفين جنب بعض، يعني هنكمل عشان نشوف التحرك بتاعهم راح ازاي. نزل معلول خد الكوره، حسين الشحات جري ناحيه الجناح الشمال، هنا في ناحيه شمال، هنا انا عايز اقف هنا، هنا حسين الشحات ما عملش الكروس، يعني هو مع اننا بنقول ان من اهم مشاكلهم هي الكروسات او الكرات العرضيه المتحركه، بس خلينا نتكلم برضه، يعني حتى لو عمل الكروس يبقى لازم كروس بالظبط، لان بيلعبوا 4-2، يعني اربع مدافعين من الرجاء على 2 موجود كهربا وبيرسي تاو بس، يعني في بعض الاحيان هولد على يعني الناس بتعمل هولد شويه ما بتعملش الكروس لو مش ضامن قوي ان الكروس ده رايح لواحد من فرقته. يعني بالظبط هنا يعني حسين ما عملش كروس يعني لاكتر من سبب زي ما حضرتك قلت، وبدا ان هو يلعب كرة في العمق بالشكل دوت. بالظبط طبعا هي اتقطعت ما اتلعبتش، يعني لو نكمل خلاص يعني ما وصلتش بالشكل المظبوط. لعبه ثانيه برده يعني عايزين نشوف برده في تحرك لتاو من هنا، انا عايز اقف هنا شويه عند تاو كابتن هاني، بتكلم على محمد هاني كان فاضي بشكل يعني كبير جدا، وانا شايف ان تاو خد قرار سريع جدا في التسديد وهي خبطت طبعا في ظهر مدافع الرجاء. انا كنت بشوف ان كان عندنا اكتر من 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 حل، كان ممكن تاو هنا يباصي الكره ناحيه اليمين لمحمد هاني كان فاضي تماما، كان ممكن انا وجهه نظري ان بعض دي قرارات فرديه، وان كمان كان لازم في الجزء ده كمان واحد يظهر له بشكل او باخر، يعني يا كهربا يظهر قدام المدافع علشان في الاحوال زي ديت لو الدنيا مقفوله يقدر يسند عليه. بنشوف ده في الدوري الانجليزي، الطرف لما بيخش على جوه لو عنده فرصه للتسديد بيسدد، ما عندوش بيبقى فيه البيك اب ان في راس حربه ظاهر له او واحد من الناس اللي بتزيد بتظهر له عشان يعمل معاه الدبل باس. طيب الصوره مزبوط. اللي بعد كده هنشوف هجمه كانت سهله جدا برضو للسوليه، يعني خلاص من هنا كانت يعني نمشي سريعا علشان نوصل نشوف، يعني برضو نفس الكلام من ناحيه الشمال نزل ناحيه حسين الشحات. السوليه كابتن هاني كان ممكن ان هو يجري هناك في ناحيه الشمال، لو شوف المساحه الكبيره جدا في ظهر المدافعين ناحيه الشمال، رقم 17 هنا السوليه واقف في وسط الاثنين. يعني كنا بنشوف التحرك من غير كوره او التحرك في المساحات ديت كان ممكن برضو تؤدي ان حسين الشحات يرميها له، كان ممكن يبقى شكل اخطر من كده. عملنا ايه؟ زي ما كنا بنتكلم مستر كولر بدا يحل التكتلات او القفل على الاطراف باللعب في العمق. عندنا مثالين سريعا، هجمه لتاو برضو يعني نجيبها بسرعه، هنا برضو نفس الكلام زي ما حضرتك قلت، تاو بدا يقطع يخش في العمق ويستقبل، يعني نرجع للهجمه بتاعه تاو اللي هي باللعب في العمق كانت احد اسلحه مستر كولر. يعني نكمل ونشوف، لا دي اللي قبلها، نرجع دي اللي قبلها طبعا اللي ما بصاش لهاني او خد قرار التسديد. عايزين نتكلم على اللعب في العمق، كان في هجمه لتاو اللي قبل الهدف بتاع حمدي، يعني نكمل كان معانا، لا بعد دي كمان، بعد دي
بالظبط. يعني احنا ممكن نكمل نشوف هجمه تاو لناحيه اليمين، دخل من ناحيه اليمين كابتن هاني، كان قطع كره عملها دبل باس بشكل كويس جدا مع ديانج ومحمد هاني ناحيه اليمين، ودخل انفراد تام مع حارس. ما هي دي اللي انا بنتكلم عليها بالظبط، كان في هنا دبل باس، كان في لعبه متحركه سريعه جدا ما بينه وما بين ديانج. يعني لو نكمل هنشوف التو الفكره برضو، خلينا بدايتها يعني كانت هنا دي كانت بتتكلم عليه في كثافه عدديه، وده دي النقطه المهمه اللي انت اتكلمت فيها باز. بعد ما كنا بنشوف كهربا لوحده، لا احنا لاقيين دلوقتي حمدي فتحي بعد ما نزل، لاقيين ديانج موجود، حسين الشحات، حتى مكمل علي معلول. يعني في 2 4 6 7 لعيبه من النادي الاهلي على حدود ال 18، وده اللي خلى فيه شكل لخطوره النادي الاهلي. مظبوط، يعني هنا الهجمه ديت زي ما كنا بنقول نفس الكلام، يعني في كثافه عدديه، ولكن ديانج زي ما قلنا كان في دبل باس بشكل كويس جدا انفرد. لو نكمل هنلاقي تاو اصبح في مواجهه المرمى، يعني ده كانت هجمه خطره جدا، وتم الاعتماد فيها على اللعب ان هم لعبوها بشكل سريع ومن العمق. برضو هجمه سريعه، ده الهدف الثاني لحمدي، يعني ده هدف حمدي نفس الكلام، خلاص بدا المستر كولر يحل المشكله ديت بزياده العدديه داخل جوه ال 18 واللعب في العمق. دي طبعا لما بيرسي تاو لعبها ثرو باس او يعني لعب بشكل رائع جدا لحمدي وسجل منها الهدف الثاني. عايزين نقول سريعا ان الرجاء كان بيلعب ضغط عالي اجريسيف يعني بشكل كبير جدا، ده اللي احنا متوقعينه بكره في مباراه الاهلي. يعني دي كانت البدايه، وكنا يعني الناس او حتى يعني الجماهير استغربت شويه انه بيعمل ضغط عالي من اول دقيقه في المباراه، وخلي بالك ده اللي هيحصل بكره، يعني صحيح. هيحصل ضغط عالي جدا في اول المباراه، وده سبب طبعا لخطا يعني كبير جدا. لو هنكمل الحاله بسرعه يعني وهنشوف متولي طبعا بصاب مع مروان، وبدات قطعت الكوره وتسببت كانت خطوره، يعني نكمل بسرعه هنلاقي نفس الكلام الضغط العالي الاجريسيف سريع جدا من فريق الرجاء، استحوذوا على الكوره استخلصوها. نكمل يعني اتباص دبل باص يعني هنا حتى من الخلف بتورينا المساحه بشكل كبير جدا كانت ما بين زكريا الصبار واللاعب وليد صبار وزكريا ومحمد زريده رقم 19 اللي طبعا محمد شناوي تالق. دي الاخطاء يعني اللي يمكن اتوقع ان هم هيلعبوا ضغط عالي ضغط اجريسيف بشكل كبير جدا. اتوقع ممكن يكون سيناريو مباراه بيراميدز مع مستر كولر، ممكن يسيب الاستحواذ وممكن نلعب برضو كاونتر اتاك زي ما قلت لحضرتك، عندنا بعض المشاكل في الكاونتر اتاك، ولكن انا اتوقع ان ممكن يكون السيناريو يمشي في هذا الاتجاه. يعني باز بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله الفوز لنادينا النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله ونفرح ونشكرك. شكرا كابتن هاني. شكرا. ده كان الباز ويعني تحليله الفني. تعالوا نرجع وكمان نشوف راي ضيوفنا في اللي قاله الباز، وازاي ان شاء الله نبدا مباراتنا بكره. كابتن محمد عايز ابدا معاك، المجمل بتاع محمد الباز ان ما كانش فيه كثافه عدديه، ان بيت كولر شاف دوت في الشوط الاول وبدا يغير من طريقه اللعب شويه، وفي كثافات عدديه دخلت ال 18. دور عمرو السوليه هياثر، غياب عمرو السوليه هياثر على شكل النادي الاهلي وسط ملعب النادي الاهلي بكره، وانت شايف ان الكثافه العدديه بالنسبه للنادي الاهلي بكره مهمه انها تكون موجوده في خلال المباراه، او في وقت معين من المباراه نقدر نستغل اندفاعهم ويبقى في كثافه عدديه داخل ال 18؟ هي يعني طبعا في اوقات معينه من المباراه انت محتاج يبقى في كثافه عدديه، انما دي ممكن ما تتحققش قوي بكره نتيجه ليه طبعا الضغط اللي هيبقى جامد من فرقه الرجاء بكره على النادي الاهلي من البدايات. عشان كده طبعا يعني انا عايز اقول ان عمرو انت هتفقد برضه عنصر خبره كبير جدا في نص الملعب متمثل في عمرو السوليه، انما يعني له حلول تانية في البدل اللي هم هيبقوا موجودين. ثانيا برضه عمرو من الناس اللي بتجيد التصويب، وانت ممكن محتاج السلاح ده بكره بشكل كبير، لان انت ممكن ما تلاقيش برضه ايه يعني فرص. السلاح موجود في ايديك طبيعي، ممكن بيخلص لفرق كتير جدا ماتشات كتيره جدا. يعني من هنا انا بقول بقى العكس، التسديد من ناحيه الرجاء وبالذات في البدايات عشان ما يحسسكش ان انت يعني ضاغط عليك، والتصويب والشناوي بيطلع وكده، دي بتدي نوع من الحماس للفرقه الثانيه مع الجماهير الجماهير والكلام ده. برضو لازم انت تبقى او الديفندرات او المساكين يبقوا صاحيين للحته دي، او حته ان برضو محدش يصوب، لان مش عايزين حد يختبر الشناوي بدري بلغه الكوره. يعني بالظبط الماتش بتاع الوداد النهائي، انت الكوره اللي جت الاولانيه الشوطه اللي من بره دي، لا يعني عايزين الحته دي تبقى موجوده. المساحه مش موجوده، لازم يبقى في ضغط في المناطق الخطر شويه عشان ما تديش مساحه. برضو انت مش عارف
حته برضو التحكيم وعنصر التحكيم هيبقى شكله ازاي، الفاولات اللي من بره شفنا الماتش اللي فات في واحده اتعملت من بره حلوه قوي، ففي ناس عندهم بتجيد الحتت دي، فانت برضو تمنع يعني بشكل او اخر موضوع الفاولات اللي هي بتبقى على 18 او مزبوط. من الجناب عشان الكور العاليه صحيح. لازم يبقى عندك، وانا احساسي انه هيدي برضو يعني مساحه للفراوده اذا كان مثلا اللي هيلعب كهربا ومعاه بيرستاو و حسين وثالث حسين شحات تقيد بمراكز، يعني انت بكره اعتقد انه مش هيلعب بصانع العاب، يعني ما عندوش حته صانع العاب اللي ممكن يلعب بيها بكره، انت لو هتلعب بالثلاثه. بعض الناس بتقول لك ممكن يعمل مفاجاه وتلعب بقفشه، في ناس يعني ممكن. خلي بالك يعني هنتكلم في السيناريو انا وحضراتكم وانهي الافضل، هل هنلعب 4 3 3 بوجود اليو ديانج مروان وحمدي فتحي، او نلعب بمروان واليو ديانج ويبقى حمدي فتحي ورقه معايا وننزل نعمل استحواذ شويه بقفشه؟ ده سيناريو زي ما انت قلت، هو على حسب هو بيفكر في ايه، زي ما سمعت ان ممكن يفكر يسيب الاستحواذ للفرقه الثانيه ويبقى موجود هو مقفل، ففي الحاله دي انت مش محتاج حصان العاب يقدر يعني. طب انا هروح لعمري لان هي جزئين، في بيبقى ساعات انك تكسر الريتم الفرقه اللي عندها حماس وعندها اندفاع، انك تكسر الريتم ده بحد يعمل استحواذ، فلما يكون عندك استحواذ انت بتهبط الفرقه اللي قدامك، فده سيناريو وجود قفشه في خط النص، هل هيبدا بيه ولا انت شايف ان هيكون لا احنا نعمل الستاره بتاعتنا الدفاعيه الكويسه، عندنا ناس بتقدم ادوار هجوميه زي حمدي فتحي لو استغلينا جزء من الكاونتر اتاك ويبقى احنا شغالين ونسيب الاستحواذ بشكل او باخر، انهي سيناريو اقرب يا عم؟ يمكن قلت لحضرتك كابتن هاني انا مش حابب ان انا هقول، يمكن كان الباس بيشرح لحضرتك الحاجات العرضيه انا ما استفدتش منها في حاجه، بستعمل المهاره اكتر من ان انا اعمل كروس باس لكهربا، يعني حسين الشحات يقدر يحل، تاوي يقدر يحل، فردي قفشه يقدر يتحكم في رتم المباراه ان هو عنده كوره ويقدر يمسك ويلعب الناس، بس لا يجوز عدم وجود الثلاثه ديانج مروان حمدي فتحي. في مشكله تانية، ما انت عندك الثلاثه الاساسيين نص الملعب، عندك غياب عمرو السوليه لا قدر الله في اصابه، لا قدر الله الواحد من الثلاثه دول، او عندك ما عندكش بيك اب للواحد يقدر يقوم بالمهام الدفاعية، ولا أنت شايف ممكن يوظف الجزئية دي لحد موجود برة؟ يعني لو بدأنا بالثلاثة لا قدر الله أي حد من الثلاثة يعني لا قدر الله حصل له حاجة، التغيير هتبقى إزاي؟ نرجع 4-2-3-1 بالظبط، ما يعني 4-2-3-1 لو أنت شايفها من الأول مش هتبقى مناسبة، هل في عنصر تاني تقدر تلعب بيه 4-3-3؟ هل نرجع 4-4-1-1؟ أيوه انا كده موافق يا كابتن 4-1-1، كنت بتكلم مع كابتن محمد، ممكن ما يبقاش في دور للكهرباء في البدايه ان انا ما انا جربت قبل كده شادو سترايكر اللي هو بيرستاو يقدر ياخد وينقلني، يقدر ياخدني ويشتغل فردي يبقى محطه يقدر يمسك كرة، انا مش باصص ان انا عندي فيرود بيجيد العاب الهوا، على قد ما انا عندي فيرود يقدر يمسك كرة ويقدر يشتغل على الاطراف، وارد ان هو يلعب خالد عبد الفتاح من البدايه عشان اقلل الضغط على علي معلول، يزود الكثافه العاديه في نص الملعب، يلعب قدام علي بالظبط كده كثافه، وخالد هيجيد ليه عشان هو خالد اصلا الحته الدفاعيه 100 على 100 اكتر من الحته الهجوميه، ماشي بس انت هتخسر في الحاله ديت حسين بالظبط كده، انا في الوقت ده ممكن ساعتها لا هحط برضو خالد وهلعب هو حسين تاو، هو برضه عمرو مش يعني ما انا مش هقدر مش هيلخبط كتير في على حساب واحد من نص الملعب تقصد بالظبط كده من واحد من الثلاثه اللي انا بقول كده. عليهم يعني انا دلوقتي هو الثلاثه اللي في نص الملعب تضييق المسافات ما بين نص الملعب والفيرود عندهم هو ده المهم بالنسبه لي، يمكن حضرتك شفت في كل الصور اللي موجوده اللي بيشرحها محمد الباز بيبقوا 8-4 تملي بيبقى فيه 3 زياده او 2 زياده 9-5 وحمزه خابه هو اللي بتتلعب له وبيشتغلوا من على الاطراف محمد زريده ولا ياسر برزوق ايا كان فيهم هو تملي الحته بتاعت نص الملعب دي، لو النادي الاهلي او كولر امتلك زمامها بعد ما هو يحضر لو هو حضر وضيقت المسافات كوقوف هضطر العب الطويل، هي المسافه اللي ما بين مروان وما بين محمود متولي وعبد المنعم هي دي اللي تهمني، اي ريسك اي تحضير في رعونه او في بطء هو دي المشكله
انا طول ما انا شغال كويس ومش قلقان وما بحضرش ومن غير ارجع تاني للامور الاليه واتكلم مروان لف ديانج اشتغل الكلام من ده. في بعض الامور يا كابتن محمد بعض الامور واضح جدا وفرق كبيره بتعملها لما بتلاقي البيلد اب من تحت في بعض الريسك شويه لا خلاص انت الكره الطويله وتبدا تاخد الكره الثانيه لان المباراه مش محتاجه مخاطره كبيره وخاصه في الشوط الاولاني. هي دي مهمه جدا جدا انا في رايي لان انت برضو عندك يعني الثلاثه بتوع نص الملعب اللي هيلعبوا هيبقوا ديفندرات يعني برضو حته الاستحواذ وان اقدر يبقى اقدر استحوذ على الكره تحت ضغط اللي هيكون موجود بشكل كبير جدا طبعا ممكن يخسرني حاجات كتير يا عمرو يعني مثلا طبعا. انا ما اقدرش اعمل الاستحواذ ده مثلا بين المساكين ومعاهم مثلا ديانج لان ديانج في حته انه بيلعب عليه حد وبيبقى في ضغط ممكن يغلط وشفناها في اكتر ماتش ريال مدريد طبعا فانت مش هتقدر تعمل الحته دي فانت لازم تلعب على الطويل وفي نفس الوقت انت في الناحيه الثانيه انت محتاج كهربا مليون في المية في الماتش ده لان كهربا مقرف للمدافعين وبيروح يخبط هنا وبيجري هنا في الشمال وبيروح الناحيه دي وبيروح الناحيه انت فاهم ازاي ممكن يجيب لك فاول تشم نفسك فيه ناحيه تهدي كوره وتلعب طب يعني خلينا عايز اسمع كولر ومع الساده المشاهدين نشوف كولر قال ايه لكن كمان بعد ما نشوف كولر نبدا محمد شريف ويبقى كهربا ورقه اخر ربع ساعه اخر نص ساعه كسيناريو ولا نبدا بكهربا ويبقى شريف كورقه رابحه نعرف إجابة ضيوفنا ونشوف كولر قال إيه ونرجع مع حضراتكم. Gut, ich freue mich auf das Spiel. Es ist wieder ein Spiel, wo viele Zuschauer mit dabei sind und das ist das, was wir in Ägypten ja jetzt auch in der Meisterschaft leider nicht immer voll erleben können. Es ist natürlich auch ein schwieriges Spiel für uns. Wir wissen, dass oder es ist 2-0 für uns. Ja, wir wissen, dass es Halbzeit ist und dass es natürlich Rascha in diesem Rückspiel alles tun wird, um wahrscheinlich früh in Führung zu gehen. Und es ist wichtig für unsere Mannschaft, dass wir hoch konzentriert sind, dass wir wissen, was auf uns zukommen kann. Und viele Spieler haben hier schon gespielt, kennen die Atmosphäre und dementsprechend werden wir gut vorbereitet sein und hoffen natürlich, dass wir schlussendlich den Abschluss schaffen. أنا سعيد جدا بالمباراة، سعيد بالأجواء، سعيد بالاستقبال جدا، سعيد بحضور الجماهيري اللي هنشوفه إن شاء الله بكرة، إحنا يعني في مصر بدأنا يحضر لينا جمهور تاني بعد غياب في الدوري للأسف ما بقاش عندنا جمهور لكن حضر لينا جمهور في بطولة أفريقيا بدأ يحضر لينا جمهور ودي أجواء إحنا بننبسط بيها جدا. احنا عارفين ان احنا قدامنا ماتش صعب جدا ماتش قوي بكره قوي مع فريق قوي وفريق كبير احنا الماتش الاولاني كسبنا 2-0 لكن ده كان الشوط الاول فقط من مباراه الشوط الثاني هيبقى بكره عارفين ان احنا قدام خصم عنيد خصم قوي هيعمل كل شيء من اول دقيقه ان هو يحاول ان هو يحرز هدف مبكر احنا هنكون مركزين ان شاء الله وهنكون مستعدين بقوه ان احنا نتاهل باذن الله للادوار القادمه عارفين ان الجمهور هيبقى موجود جمهور الرجاء معروف وجمهور قوي وشرس لكن لعبتنا عندها خبرات كبيره ولعبت في الاجواء دي اغلبهم لعبوا في الاجواء دي قبل كده وعارفين ان منتظرهم بكره لكن بقمه التركيز وقمه التحضير هنكون مستعدين لمباراه الغد ان شاء الله. Nein, die Sorge habe ich nicht, weil wir haben hier das erste Spiel 2-0 gewonnen und es ist natürlich auch wichtig, immer nach vorne zu schauen und das nächste Spiel anzuschauen und nicht in der Vergangenheit nachzuhängen. Wir haben das Spiel damals aufgearbeitet und wir sind auch besser zurückgekommen. Wir haben uns qualifiziert noch und dementsprechend ist keine Angst da, sondern eher Freude, dass wir dieses Spiel bestreiten. لا ما عنديش اي قلق خالص بخصوص ده ما بفكرش في الماضي انا دايما بفكر لقدام ماتش سان داونز كان من التاريخ واحنا اشتغلنا على ماتش سان داونز كويس من بعدها واحنا الحمد لله ادائنا بيتحسن ماتش بعد التاني ادائنا بيرتفع ماتش بعد التاني نتائجنا افضل اتاهلنا للدور اللي بعد كده كسبنا الماتش الاولاني 2-0 وده بيبين ان احنا قدرنا ان احنا نتطور ونتحسن بعد اللقطه دي انا ما ببصش للماضي بتعلم وبتحرك لقدام وببص لبكره مشاعري لبكره اكتر انبساط وسعاده من ماتش بكره والاجواء بتاعتها
لكن خوف ما عنديش. Haben wir genügend Spieler, die dann auch, wenn mal der ein oder andere verletzt ist, sie ersetzen können? Das ist das Wichtigste. Das haben wir hier mit diesem Kader. Dementsprechend habe ich auch, oder bin ich froh, dass wir Spieler haben, die nicht dabei sind, ersetzen können. بالتأكيد خسارة أن نفقد لعيبة للإصابة أيا كان، لكن النقطة دي ما بتعمليش أي قلق، لأن أنا عندي قائمة كبيرة من اللاعبين وكلهم لعيبة كبيرة، كلهم لعيبة على أعلى مستوى. أي لعيب بيتصاب أنا بقدر أعوضه، بيقدر اللعيب البديل ينزل بيبقى في نفس الكفاءة في نفس المستوى. بنزعل على إصابة أي لاعب، لكن أنا سعيد جدا أن أنا بدرب فريق كبير عنده قائمة كبيرة من اللعيبة كلها مستوياتها متقاربة، وبالتالي بقدر ان انا اي لعيب بيتصاب بديله بينزل بيبقى نفس الكفاءه بالظبط، ما بحسش بالمشكله. ده كان طبعا كولر في المؤتمر قبل المباراه. كابتن محمد اتكلم في كذا نقطه مهمه جدا، تعليقك على اللي قاله كولر وخاصه ما يخص الرجوع للماضي، وهل هو خايف من المباراه ولا لا؟ يعني هو الراجل واضح ان هو بيتكلم بثقه، والثقه دي طبعا مهمه انه يتكلم بيها عشان اللعيبه بتاعته. لما حتى قال ان انا مش فارق معايا حد من يكون في يعني عندي اصابات، لان انا عندي مجموعه تشكيله كبيره من اللعيبه كلهم على مستوى عالي، اي حد هيلعب هيبقى طبعا كويس. مش عايز اتكلم في الماضي في موضوع خساره قبل كده، الحاجات دي مره اي فرقه معرضه ليها ما بنفكرش. هو قال لك احنا بنتعلم كمان من اخطائنا يعني. 100%، وبتكلم بواقعيه جدا. وفي البدايه على فكره اشاد بفرقه الرجاء وقال ان فرقه كويسه ومقدمه عروض كويسه، فكلامه الحقيقه متوازن يعني. عمرو في نقطة مهمة قال هو عارف ومتأكد ان الرجاء هيسعى بكرة جاهدا للتهديف مبكرا، وده الهدف الكبير لفريق الرجاء بكرة. شايف ده ازاي؟ وشايف يعني تعليقاته على يعني على ما يحدث في المباراة بكرة هيكون شكله ازاي؟ هو كابتن هاني رد نموذجي، الراجل عنده ثبات انفعالي كويس قوي. صحيح، قال لك ما تكلمنيش عن الماضي، احنا بنتعلم من اخطائنا، عشان منذر الكباير كان كلامه كله على ماتش سان داونز. الخطا لو اتكرر يبقى مع فرقه صغيره مش مع النادي الاهلي، خطا وارد، الراجل اتعلم منه وصلحه على مدار الفتره اللي كان فيها الادوار المتبقيه بالنسبه للدوري المحلي او لبطوله افريقيا. مظبوط، هو شغال، الراجل واثق قوي في امكانيات لعيبته، وفي نفس الوقت بيتعامل بالمعامله النفسيه ان هو زعلان لفقدان عمرو السوليه، وفي نفس الوقت انا عندي ذخيره من البدائل. يمكن انا قلت لك كابتن ما بحبش اقول الكلمه دي، النادي الاهلي عنده وفره لعيبه تقدر تحلله، تقدر تعلله كافه اداء النادي. وده بيدي ثقه للعيبه كمان. بالظبط، انا مش برد على مؤتمر، انا برد على العامل النفسي بتاع لعيبتي، وبرد على العامل النفسي وتشتيته للخصم، وفي نفس الوقت انا واثق في لعيبتي وامكانياتها، وبحترم امكانيات فرقه الرجاء والعدد الكبير اللي موجود من الجماهير اللي هتساندهم. بالعكس، انا يمكن في مباراه هنا كان الضغط عليا انا في ال 52,000 متفرج ان كنا مستعجلين عشان نجيب اهداف. صحيح، لو انا عكست الايه هبقى انا المطمئن بجزء بسيط، هقول 10%، وعندي انصاف فرص لاي فرصه استغلها، وعدم وجود ريسك في اي اداء او تحضير للعيبه النادي الاهلي. اعتقد امكانيات وقيمه تسويقيه لفرقه الرجاء بحجمها ما تجيش نص او تلت فرقه ريال مدريد بالامكانيات بالاسماء الكبيره. اما اشتغلنا على ده، الراجل وصل لغايه الدقيقه 90 والثمان دقائق هم اللي فيهم الهدوء او الطمانينه للعيبه، حصل فيها الفجوات البسيطه دي. اعتقد ان كولر على مدار وجوده في النادي الاهلي درس كل الاسماء او كل الفرق اللي هيلعبها، بيذاكر زي اللعيب بالظبط، بيعرف نقاط القوه ويتعامل معاها، ويستغل نقاط الضعف ويشتغل عليها. طيب الراجل الفتره دي هيفاجئنا كلنا بكره، وانا هبقى معاك اهو. طب تعالى بقول لك على المفاجاه، خلينا نسمع منك المفاجاه بعد ما نشوف كمان نظير الكبير المدير الفني لفريق الرجاء قال ايه في المؤتمر الصحفي، ونعلق برضو على اللي قاله، لان في اعتقادي الشخصي في حاجات كتير جدا لازم نعلق عليها. يعني نشوف مع حضراتكم. مخابره عوده وذهب، نعرف شنو اللي صار. مخابره اياب على ارضيه ميدانا، تحضير كان فكره واحده وخيار واحد، الدخول بقوه ثم التسجيل والانتصار. نعرف لكونه مهمه صعيبه،
علينا احنا حتى على الاهلي المصري، لكن مش مستحيله. الفريق الاهلي المصري في شهر مارس لعب مقابلات قبل 3-0 ضد المصري، المصري قبل في مقابلات خارج ميدان 5. احنا الثلاثة مقابلات الاخيره لعبناهم على ارضيه ميداننا في الشامبيونز ليج، الفريق بتاعنا سجل 10 اهداف. الفريق قادر باش يسجل هدفين واكثر. الرجاء فكره واحده باش ندخلوا قوه بصلبه كبيره مع الجمهور بتاعنا، وخاصه اللي كانوا الشوط الاولاني اللي كان في مقابله الذهاب كان محترم ومحترم جدا، نعاودوا مع اكثر افيكاسيتي واكثر اصرار واكثر سرعه نجاح القدام. نصور لاعبين الرجاء قادرين على الشيء هذا مع جمهور شعطي اضافه كبيره، الناس كل مستعدين، حاله استنفار قصوى ضد الفصام باش ندخلوا ان فورس الانتصار ولا غير الانتصار بحول الله. اكيد اللي كانوا في التحضيرات قراوا حساب المراكز الكل، طريقه اللعب، شكون باش يلعب على اليمين، شكون باش يلعب على اليسار. اللاعبين يعرفوا الادوار نتاعهم، لكن المقابله طويله. في لاعبين ينجم يبداوا المقابله ويقوموا بالدور نتاعهم، واللاعبين اللي يدخلوا يكونوا حاسمين اكثر. فما العديد من المقابلات اللي لعبتهم الرجاء 30 دقيقة الأخرانية هي اللي كانت حاسمة على مستوى النتيجة، على مستوى تطور الأداء، وكملنا أون فورس. إذا باش نلعبوا ب 10 لاعبين وحارس مانيش باش نجمو نعملوا فارق. إذا نلعبوا ب 15 لاعب و 16 لاعب والأربعة خمسة لاعبين اللي ما يشاركوش مع المجموعة بقلبهم وبالنصائح نتاعهم وبالإضافة نتاعهم، ديما تكون عندنا شانس. في بعض الأحيان المهم الفريق اللي باش يبدأ باش يعطي الإضافة، وأهم منه الناس اللي باش تدخل فريمون باش تعطي أن بلوس، خاطر هما يراو في الماتش، يشوفوا في ليزادفرسير ديريكت، يشوفوا في الإسباس، يدخلوا ويلقاو أكثر مساحات. هنا مطالبين باش يعاونوا أصحابهم ويكملوا الخدمة اللي خدموا أصحابهم. دونك هنا ديما نعاود نرجع للأهم شيء هي إضافة المجموعة. الحياة تصريحات أنا شايف إنها في جزء غريب جدا فيها على مستوى المتابعة. حتى الراجل بيتكلم بيقولك في شهر مارس الأهلي اتغلب من النادي المصري 3-0، يعني حتى المعلومة اللي واصلة إن هو يعني مش صحيحة. طبعا النادي الأهلي اعتذر عن كأس الرابطة، لكن والنتيجة حسبت لصالح النادي المصري 3-0، ولكن المتابعة اعتقادي كان فيها شيء من عدم الاحترافية شوية. على سبيل كمان عدم الهدوء اللي موجود على وجه المدير الفني بيدل ان هو متوتر بشكل كبير جدا. اخد راي طبعا ضيوفنا في تصريحات المدير الفني للرجاء، شايفها ازاي كابتن محمد؟ هو بيتكلم ان احنا ان هو الرجاء كسب في شهر مارس عدد مباريات كبير، النادي الاهلي خسر بالثلاثه. هل بيحاول حرب نفسيه؟ هل بيحاول او حتى المعلومه وصلت له غلط وحتى هو ما شافش المعلومه بشكل ايجابي؟ يعني هو واضح طبعا من الكلام ان هو متوتر وعايز بس يبرر اي تبريرات، لان بيقول انا يعني كنت متكلم مع اللعيبه انه ينزلوا يدوا اقصى مجهود وان احنا نكسب، ما اعرفش ايه اللي حصل. فطبعا الكلام ما اتقالش يعني ايه ما اعرفش اللي حصل، ما هو ده جيم في يعني انت فاهم ازاي. فالتوتر ده قلقان، وبعدين عشان انت تتكلم على المنافس. على عكس بقى كلام كولر، قال ان الرجاء دي فرقه كبيره وفرقه كويسه ومقدمين عروض كويسه. هو لا، التاني بيقول لك لا الاهلي بيتغلب والاهلي كذا وكان مغلوب كذا، وحتى معلومات زي ما انت بتقول غلط. فهو ده نوع من انواع التوتر واللخبطه الداخليه، عايز يعني ايه يحمس الجمهور ويدي للجمهور امل كبير عشان طبعا التشجيع وعشان الحماس، وفي نفس الوقت مع لعيبته وفي نفس الوقت مع فريق النادي الاهلي حرب نفسيه يعني مع اللعيبه. رايك يا عمور؟ بص يا كابتن، هو منذ الباير بيفكر بالحرب النفسيه زي ما كابتن حشيش قال، هو مش عارف يرد يقول ايه. هو حتى اللي غششه غلط. الموضوع الاهلي اعتذر، ما انسحبش حتى، اعتذر لضغط المباريات طبيعي. اعتذر عن البطوله. انت بتقول ان هو خسر ثلاثه، ايه ده؟ هو اللي بيخسر بالثلاثه او اللي بينسحب او اللي بيعتذر؟ ادي المعلومه الخاطئه الاولى. اصل كتب في بعض المواقع ان هو يبقى هو النادي المصري 3-0 نتيجه اعتذار النادي الاهلي. هو خلاص، هو بالنسبه له خد المعلومه وكررها. اتنين، بيتكلم على القديم. اضطراب الراجل ده وثبات انفعال كولر يثبت حقيقه النادي الاهلي في الهدوء يعني ازاي يبقى محاوط على لعيبه النادي الاهلي لعدم ادلاء باي صحافه، اي ادل حاجات صحفيه، اي كلام، وجود اللعيبه بتركيزها، السفر قبلها باربع ايام، مجموعة حاجات مش هتتكرر تاني
السيناريو اللي هو رسم، بس لينا احنا كمشاهدين انا مبسوط ان هو فكر كده، فكر ان هو اقدر اعمل مع النادي الاهلي حاجات كتير، بس انت ما فكرتش انك انت على مدار الدوري اللي انت لعبته في 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 في, في المغرب مكسب 9 ماتشات، تعادل 6 ماتشات، خساره 6 ماتشات، خسرت وخامس الدوري، انت ما لعبتش على قد ما انت اديت في المغرب زي ما اديت في الخارج، انت خرجت بره بلد المغرب بدون الضغط، انت صممت ان ملعب الخامس يكون موجود عشان تلعب عليه مش الملعب التاني، حاولت انك توصل ان اللعيبه كلها تبقى موجوده بس عندك ديفوهات موجوده، اخره محمد النهيري ده ان هو اعترض ان كان ليه فلوس وامور ماديه واستبعد من المعسكر ومشى قبلها بيومين، دخلت اتنين لعيبه اسماعيل المقدم ومعكازي، دخلت لعيبه بعيده من اصابات، الدوشه اللي انت حطيت نفسك فيها واللي انت قلته في المؤتمر الصحفي اثبت رياكشن ملامحك انك انت مشدود بس عايز الدعم الجماهيري الخاص بالمغرب، انت عايز جماهير تقف جنبك عشان لعيبتك مش هتادي اللي اديته هنا في مصر، هي دي المفاجاه انا بقولها للكابتن هاني، الاداء بتاع هنا مش هيادوا زي الاداء اللي هنا على الاقل الشوط الاولاني، بالظبط كده الضغط واللي احنا كنا متوقعينه. بقول كمان حته غريبه، بقول لك انا لسه هعرف بكره مين اللي هيلعب ناحيه اليمين ومين اللي هيلعب ناحيه الشمال، هشتغل ازاي؟ مش كلام يعني كوتش. بص هو واضح ان في توتر، يمكن طبعاً الصحف المغربيه قالت ان في توتر في المعسكر بتاع الرجاء وان في بعض اللعيبه استبعدت عشان عايزه فلوس ومستحقات والدنيا مش متظبطه. خلينا نتكلم بكل امانه، كل ده على جنب، كل ما يحدث خارج المستطيل الاخضر ده حساباته مختلفه بالزبط. ولكن يبقى كابتن عمرو او السفاره بعد السفاره ال 90 دقيقه ما قبل ال 90 دقيقه ده ممكن نتكلم فيه، والراجل كان متوتر وعنده والمعسكر كان فيه والصحافه بتقول، لكن يبقى قدام النادي الاهلي 90 دقيقه لحسم موقعه مهمه جدا للوصول للدور قبل النهائي. عايز اخد فكره التشكيل بالنسبه لكم. بتضحك ليه يا عم؟ عامل لنا مفاجاه بالتشكيل. انا نفسي يا كابتن هاني برضو احنا هنا ما حدش نوه على ضربه الجزاء اللي جت في الدقيقه 13 بتاعت جمال حرقاس، اهي دي كانت خطوتنا في حته ثانيه، اللي الحكم السوداني يعني حتى الحكم بكره الليبي انت مش حاسس انك انت مش بتنصف القرارات، انت قلقان باستمرار، مضطرب باستمرار، ماتش زي ده كل ما الحكم يكون اسمه كبير بيريح الفرقتين، بيدي طمأنينة للفرقة اللي جاية تلعب في المغرب، أما الاسم يكون كبير أو ما ممارس في بطولة أفريقيا بتخليك في حتة تانية، بالظبط كده بتحترم المدير الفني صاحب الاسم والسي في الكبير بالظبط أكيد على مستوى التحكيم، لكن دايما النادي الاهلي احنا ملناش دعوه بالتحكيم، احنا عايزين ان شاء الله كابتن بكره. هي دي النقطه المهمه بقى، ان احنا لازم برضو اللعيبه بالزبط في المباريات الحساسه اللي زي دي يبقى في ثبات انفعالي، يعرفوا ازاي يكسبوا الحكم باللي هو طبعا عدم الاعتراض على القرارات، ما تحسسش الحكم ان هو لا يعني متحامل عليك من البدايه، لا انت دايما بتحسسه انه راجل فير بعدم يعني ضغطك عليه في كل كوره في القرارات في الكلام ده، لا خالص يعني دي ودي نقطه مهمه، لان برضه ده ممكن انت يعني خرجك عن تركيزك، اللعيب لما بيجي يبتدي يبص للحكم وكل كوره مش مقتنع وكده بيخرج عن بيقل تركيزه. في حاجه كمان مهمه جدا برضه لازم لعيبتنا تكون واخده بالها منها بكره، ان هيكون في استفزاز داخل الملعب طبعا، عمليه الاستفزاز داخل الملعب ديت ممكن جدا تكلف، وانا دايما بقول حمدي فتحي من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر على طول، ولكن عنده عصبي. مشكله في العصبيه شويه صح في الاداء صح، عنده مشكله انه بيتكلم مع الحكم كتير زي محمد عبد المنعم بيتكلم صح مع الحكم أيوة كتير، فمش عايزين لا قدر الله هو يستغل ده الحكم يستغل ده فيديك انذار، وبعد ما يديك انذار هتبدا انت بقى تكش وتخاف طبعا علشان انذار التاني، فده بالزبط ده مهم جدا يعني بنتكلم على حسابات المدير الفني بتاعك. طبعا المباراه لا تتحمل نقص عددي طبعا، المباريات اللي زي دي بيبقى النقص العددي مشكله كبيره جدا، بتغير لك كل مفاهيمك وخططك وترتيباتك اللي انت عاملها، فهو الالتزام بالحته دي والتركيز مهم جدا جدا من جميع اللاعبين، خبرات اللعيبه المفروض تبقى موجوده كده طبعا، اللعيبه الكبيره والخبرات في كل خط، فيه لعيبه الحقيقه عندها خبرات تقدر يعني انها ان شاء الله تقود الفريق لبر الامان ان شاء الله يعني. طيب تشكيل نبدا بيك يعني رؤيتك طبعا هو كولر هو اللي شايف وعارف بالظبط ايه اللي الناس اللي شغاله معايا يعني. هتكلم على الافراد بدون يعني ان مثلا خطه كذا 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 طبعا، الشناوي هاني محمود متولي طبعا محمد في علي معلول، نص الملعب هيلعب بالثلاثه ديانج وحمدي فتحي ومروان، قدام هيلعب بالثلاثه حسين وبرستاو وكهرب،
بغض النظر بقى عن الشكل العام الشكل كذا مين قدام كذا بيختلف يعني زي ما بنتكلم انت توقعاتك ولا انت نفسك يلعب آه كذا كنت اسالك يعني. بص يا كابتن محمد كولر بيبدا سيناريو المباراه على ثلاث مراحل تمام. اول تلت ساعه هيبقى الشغل كله في نص الملعب كويس لغايه ما يقرا مجريات المباراه واللعيبه كلها هتبقى تحت الكوره زي ما حضرتك قلت الشناوي محمد هاني علي معلول محمود متولي محمد عبد المنعم مروان تمام. ديانج وحمدي فتحي ماشي من رسمتك بايديك كده يبقى أيوة. مروان قدام السرد باكين بالظبط على يمينه ديانج ديانج وعلى شماله حمدي فتحي على اساس ان ديانج لايق مع تاو وهاني وحمدي لايق مع علي معلول وحسين الشحات هختلف في حته حلو لايق دي هختلف في حته هيبقى قفشه وتاو قفشه وتاو يعني انت بتتكلم ان هيلعب بقفشه تحت تاو وراس حربه 4 1 1 الواحد قفشه تاو قول لي بس الاربعه بتاع نص الملعب الاربعه بتاع نص الملعب الو ديانج علي ديانج مروان مروان حمدي حمدي حسين حسين يعني حسين هيبقى قدام هاني لا حسين هيبقى قدام, قدام علي معلول الناحيه الثانيه بالظبط كده وتاو يعني انا ديانج خلاص اخر 25 دقيقه كان بيلعب قدام هاني وعملوا فيه شغل كتير في الماتش ده ممكن صعبه انت مش هتلعب انا فريق صعب هخليهم مرصوصين هخليهم مرصوصين ايا كان الشكل بس اللي ينقلني حاجه من الاثنين هيبقى قفشه تاو تاو كهرباء واحد بس طب ما تاخد مني الحته دي اتفضل يا كابتن يخلي حسين الشحات في نص الملعب شويه مايل نص الملعب شويه حر حر ويخلي تاو وكهرباء في الحته المنطقه اللي قدام دي ليه مش هيضغط باثنين ابدا حسين الشحات اصل هو برده بيحب ايه ينزل يستلم لان انت ما عندكش حد برده يعمل التمريرات المتقنه شويه زي الشحات وعملها في اكتر من انا ليا راي مختلف معاكم انتوا الاثنين خلينا بس شكرا كابتن مختلف نطلع نشوف الكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي قال ايه في المؤتمر الصحفي طبعا احنا عارفين ان المباراه قويه بالنسبه لنا المباراه الاولانيه بالنسبه لنا كنا مقسمينها شوط اول وشوط ثاني الشوط الاول يعني عملنا اللي احنا كنا عايزينه ان شاء الله بكره خلصنا الشوط الاولاني بكره في المباراه قويه وطبعا عارفين ان الفرقه استعدادنا بشكل كويس واحنا برضه بنستعد بشكل كويس وزي ما قلت شايف احنا مبسوطين ان احنا نلعب في الاجواء اللي زي ديت بص الجمهور كبير الجمهور بتاع الرجاء طبعا بالنسبه لنا الجمهور بتاعنا كان موجود ده احنا كنا فتره اللي فاتت ما كانش موجود دلوقتي هو موجود في البطوله الافريقيه وان شاء الله يكون موجود برضه في الدوري ان شاء الله بكره يبقى مباراه كويسه لينا وليهم ان شاء الله نحقق اللي احنا عايزينه احنا عامه ماتش الوداد ده كان السنه اللي فاتت بس انا لازم برضه لعبت هنا الرجاء موضوع الجمهور بالنسبة لي وبالنسبة للفرقة النادي الأهلي عامة واللعيبة اللي موجودة عندها خبرات كبيرة جدا من الماتشات اللي زي دي وبرضه الجمهور رسالة موضوع ممكن نصح حضرتك أو ممكن نصح حضرتكم اللي يتأثر عليها سلبي أو يتأثر عليها سلبي مفيش الكلام ده خالص ما كنتش بقول إحنا ما بنخافش مفيش حد لعب في أبوادي قبل كده يكون خلاص اتعود عليها وبيلعب فيها ما بيخافش الموضوع كله بقى فيه ماتش مش اكتر يعني عندنا ماتش بكره مركزين في الماتش مركز في الورق الورق خلاص احنا نسمعها ونفكر في بكره بس رد على سؤال حضرتك الفتره بتاع دوري المجموعات ودوري اكون افضل والكلام ده كله احنا عندنا ماتشات كتيره الفتره اللي فاتت بين دوري وبين كاس وبين دوري المجموعات في افريقيا بيبقى عندنا ضغط مباريات ده ممكن اقول لحضرتك يعني ده بيبقى فيه شويه ضغط كان شوية لعيبة بس الحمد لله احنا بنقدر نعدي المرحلة دي وعدينا الحمد لله ودلوقتي موجودين في ربع النهائي وماشيين بشكل كويس ودلوقتي احنا كاسبين الشوط الأولاني الماتش الأولاني وإن شاء الله نفكر في الماتش بكرة ده اللي ممكن يعني دي الفترة اللي احنا بيبقى فيها ضغط عندنا مباريات ودي الموضوع كله يعني بس أكيد احنا بنتكلم في ماتش بكرة احنا ما بنتكلمش في اللي فات خلاص احنا اللي فات خلص خلاص احنا بنتكلم في بكرة أكيد المباراة قوية بكرة وهم فرقة منتظرة محترمة جدا واحنا قابلنا الماتش الأولاني وظهروا بشكل كويس جدا واحنا عندنا مباراة كويس جدا بكرة واحنا بالنسبة لنا بنجهز المباراة وأهم حاجة بالنسبة لنا احنا جايين عشان نصعد طبعا أهم حاجة نطلع واللي كسبان مبروك النصران النصران الكلام ده كله أهم حاجة نطلع بشكل كويس أهم حاجة
بصراحه انا لعبت هنا في المدرج كتير بصراحه استمتع بالجمهور اللي موجود بصراحه رجاء فات كان معانا برضه في كاس العالم للانديه بصراحه الجمهور يعني معروف في العالم كله مش هقول كده بس بالنسبه للجمهور اللي بلعب في المدرج طبعا يعني بالنسبه لي بقى الجمهور بالنسبه لي بكون مستمتع واللعيبه بتكون مستمتعه خلاف الجمهور اللي احنا خايفين لا اللعيبه بتبقى مستمتعه جدا بالجمهور وقدر الجمهور بالنسبة لنا يعني دي حياة الكورة يعني اللعيبة كلها بتحب يكون في الأجواء دي بتكون موجودة الجمهور اللعيبة بتحب تلعب بشكل ده كلام طبعا كابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي وان شاء الله زي ما بنتكلم كل ثقه والناس عندها خبرات كبيره جدا كابتن عمرو كابتن محمد الشناوي بيتكلم بهذه الثقه ولكن بنفس التركيز اللي بنتكلم عليه نتيجه المباراه النادي الاهلي نسيها احنا بنلعب مباراه وكان المباراه 0-0 وبالتالي كل التركيز على ان شاء الله باذن الله الخروج بنتيجه تاهلنا النصف النهائي والشناوي طبعا يعني كابتن الفرقه وما بيبقى في حالته زي ما بتكلم انا وعمرو من شويه بحالته بيدي ثقه للديفنس وبيدي ثقه للفرقه كلها وخصوصا في المباريات اللي هيبقى عليك ضغط فيها وفي كور عاليه وفي حاجات بتتشاط دور كبير جدا لحارس المرمى والشناوي بالذات في المباريات الكبيره والحقيقه هو كان سبب كمان في خروجنا 2-0 المباراه اللي فاتت يعني طبعا اول كورتين فكان النتيجه 0-0 كان ممكن يغيروا المعطيات خالص بقى والدنيا تتدربت طيب عايز اقول لكم على يعني أيوة. انا بفكر ان ممكن جدا يبدا بمحمد شريف بدل كهربا تمام لان انا شايف من السيناريو بتاع كولر ان هو كمان عايز يبقى عنده بعض الاوراق الرابحه على الدكه يعني ما بنقولش شريف ورقه مش رابحه ولكن كهربا شغال بقى له فتره طويله بيبدا الماتشات بقى له فتره طويله فانا في رايي ان هو حتى الجزء الاولاني من اول المباراه محتاج شويه جري ضغط على الخصم فده شايفه اكتر شريف وكهربا في الفرقه متريح شويه ممكن كهربا بقى وخصوصا في حاجه هانيه برضه انا افتكرتها محدش لاحظ ان الشوط الثاني فرقه الرجاء بدنيا قلت قوي الشوط الثاني وانت كان ليك الضغط والاستحواذ وفي الشوط الثاني حسيت ان هم قلوا شويه انت الشوط الثاني ليك ثلاث فرص اول فرصه فيهم بتاع التاو انفراد ما بقاش فيهم الضغط بتاع اللي عملوه في بدايه المباراه يعني هو صح يا كابتن هاني زي ما حضرتك بتقول على محمد شريف حته الجري ويجيد باللعب العاب هوا ورجليه الاثنين كهربا بيقرا المباراه كويس قوي بره عكس الضغوط اللي بتبقى هنا في جماهير مصر الاداء هيبقى ازاي استعمل الفرصه بهدف مش هقول ان انا هروح واضيع لا ازاي كولر هيعرف يجهز لعيبته ان الفرصه اللي هتيجي تبقى ايجابيه دي مهمه قوي دي نصيحه الكابتن عمرو بكره الفرصه بجون ان شاء الله وانصاف الفرص تتسجل كابتن محمد نفس القصه اهم حاجه ما تاخدش فيك هدف في الاوقات الخطر في المباراه اللي كلنا عارفينها اللي هي البدايات صحيح. وحمى البدايه والجمهور يفرق كتير جدا جدا زي بقول لك الجون ده بيفرق قوي قوي مع الفرقه الثانيه في وسط الحماس ويدخلك المباراه خصوصا النتيجه 2 صحيح انما لو عدى الوقت وان شاء الله بالذات اول ربع يعدي الا اذا انت طبعا ربنا كرمنا ان شاء الله وجبنا هدف فده قتل المباراه يعني انا معاك يا كابتن نورتنا وشرفتنا كابتن محمد دايما بتشرفنا وبتنورنا شكرا فيلسوفنا العبقري كابتن عمرو الحديدي بتشرفنا وبتنورنا ان شاء الله نكون بنكسب باذن الله باذن الله ان شاء الله دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي في نصف نهائي البطولة المفضلة لجماهير النادي الأهلي مباراة إن شاء الله كبيرة للنادي الأهلي على مستوى الأداء وعلى مستوى النتيجة شكرا لحضراتكم ونتبسط كلنا إن شاء الله بفرقتنا بكرة بإذن الله شكرا جزيلا تصبحوا على خير